مساء الخير السادة المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار على الهوى. الحلقة النهاردة برضو من سلسلة الحلقات اللي احنا ابتدينا فيها من الأسبوع اللي فات، وكلها بتدور حول احتياج القناة لدعم السادة المشاهدين والتواصل مع السادة المشاهدين وأخذ آرائهم والتعرف على مقترحاتكم في سبيل ان احنا نوصل مع بعض للأسلوب والوسيلة اللي يغطي بيها احتياج القناة، وما يبقاش فيه كل فترة توقف نتيجة لتعثر دفع بعض الالتزامات المالية الخاصة باستمرار القناة وبثها على الهواء. فالنهاردة هنتكلم برضو في نفس الموضوع، ونتمنى من كل السادة المشاهدين ان هم يشاركونا بآرائهم. التليفون مفتوح، ممكن للتواصل معنا من خلال التليفون، وأهلا بكل المقترحات. في بداية الحلقة أحب أرحب اللي بيشاركوني النهاردة في الحلقة بيشرفونا. الدكتور سعد مخيل، مقدم برنامج الحضارة القبطية، أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ. والأستاذ الباشمهندس نبيل الباشا، مقدم برنامج مساء الخير أمريكا، وأهلا بك يا بولك. أهلا بك. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. في بداية الحلقة الحقيقة لقيت في رسالة جميلة جدا كان بعتها نيافة الحبر الجليل للأنبس رابيون بمناسبة افتتاح وبداية بث القناة. رسالة الحقيقة مليئة بالمعاني الجميلة وبالأمل وبتشجيع الناس على أو تهنئة الناس ببداية هذه القناة، وتشجيع الناس على مساعدة القناة في الاستمرار. فأنا هنشوف الأول الرسالة دي على الشاشة، وبرضو أحب أقرأها لكم. الرسالة بتقول: الأحباء أبناء الكنيسة المباركون، أكتب إليكم هذه الرسالة لأشكركم على محبتكم وحماسكم وتعضدكم لقناة لوجوس الفضائية. نشكر الله الذي وضع في قلوبكم الحماس لهذا المشروع الهام للشهادة للسيد المسيح حسب الإيمان الأرثوذكسي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. إنني أدعوكم جميعا للاستمرار في دعم هذا المشروع الهام، فقناة لوجوس هي قناتكم، هدفها خدمتكم، وقيامها واستمرارها يعتمد على عمل الله في قلوبكم لدعمكم لها. قناة لوجوس هي قناة مسيحية أرثوذكسية، رسالتها الشهادة لإلهنا الصالح الرب يسوع المسيح حسب الإيمان الأرثوذكسي. وعمل القناة يدور حول محاور أربعة، هي ودي طبعا أهداف القناة: الكرازة والتعليم والشفاء والدفاع عن المظلومين. وتقدم لوجوس، قناة لوجوس، برامجها باللغة العربية واللغة الإنجليزية. هو كان طبعا في الفترة دي كانت قناة فعلا بتبص باللغتين، وتوقف بعدها بشوية البث باللغة الإنجليزية، وفضل بعض البرامج البسيطة باللغة الإنجليزية مع العربية. وتتعاون إبراشيات الكنيسة القبطية في المهجر في هذا المشروع الهام، كما تتعاون فيه أيضا الكنائس الأرثوذكسية الأخرى في الاحتفال ببدء قناة لوجوس الذي أقيم يوم الأحد 18 إبريل. تحدث نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة عن أهمية قناة لوجوس، وقناة تعبر عن الكنيسة في المهجر وتهتم باحتياجات الشعب في المهجر وتساعد الذين ينضمون إلى الكنيسة في التعرف على الكنيسة والتعليم الأرثوذكسي، كما تستفيد من جو الحرية والديمقراطية في بلاد المهجر للدفاع عن المظلومين والمضطهدين. إننا نضع هذا المشروع الهام في يدي الله ليباركه كما بارك الخمس خبزات والسمكتين، ونصلي أن يعمل الله في قلوبكم جميعا لتستمروا في دعم قناة لوجوس بصلواتكم وأفكاركم وتبرعاتكم،
والرب يبارك في تبرعاتكم ويمنحكم أجرا سماويا، الرب معكم. الأنبا سرابيون. الرسالة دي الحقيقة كانت في بداية افتتاح القناة، وزي ما احنا شايفين فيها موجهة لكل الشعب القبطي في المهجر وجميع الإبرشيات. فحسأل الدكتور سعد رأي حضرتك ايه في الرسالة دي. الرسالة الحقيقة بتعبر عن واقع عظيم جدا. الأقباط، يعني دايما احنا نحاول نسأل تعداد الأقباط كام؟ 10 مليون، وبعدين واحد يقول لا 12، 15، 20. فالرسالة دي بتعبر عن إن لو كنا 10 أو 15 أو 20، المقياس بالإنتاج بالضبط. لو 10 مليون منتجين أبرك من 12 مليون إنتاجهم 10%، أو إنتاجهم ضعيف، إنتاجهم أضعف. وده طبعا واضح من دول كتيرة عددها قليل، إمانة إنتاجها أضعاف دول تعدادها كبير. فدلوقتي العالم القبطي انتشر في أنحاء العالم، بقى عالم بلا حدود. نيافة الأنبا سرابيون بيخاطب إبرشية لوس أنجلوس، ويخاطب أبناء الكنيسة في أنحاء العالم، بيقول لهم دي أول محطة فضائية تستخدم الساتلايتس لإذاعة الحقيقة القبطية، الإيمان الأرثوذكسي، الخبرة القبطية في المسيح يسوع 2000 سنة، ونطلب تشجيعكم. القناة، وحط مثل جميل جدا في الآخر بيقول إننا نضع هذا المشروع الهام في يدي الله ليباركه كما بارك الخمس خبزات والسمكتين. أيوة. يعني إحنا علينا مجهود، علينا مسؤولية. ارفعوا الحجر، اعطوهم أنتم ليأكلوا. فنبتدي يعني نبتدي. لازم نبتدي، لازم نقدم كل في إيدنا. الطفل اللي إد أو الصبي اللي إدى المسيح خمس خبزات والسمكتين كان هو أول المستفيدين. لأن اسمه، مش لازم اسمه بالضبط كيوحنا أو بطرس، إنما اسمه مجهول صحيح. إنما هذا الصبي لما نقابله في الحياة الأبدية ويقولوا لنا ده الصبي اللي كان في إيده الخمس خبزات والسمكتين، كم يكون السعادة المتبادلة إن احنا نكتشف شخصية وحقيقة هذا الصبي اللي من ايده من ابتدى الحاجة البسيطة اللي بعد كده ربنا خلاها كبيرة قوي وغطت كل الاحتياجات. وبالتالي ان احنا القناة بقى لها 5-6 سنين دلوقتي، وهذا الجواب يؤكد ان عمل الله في الخمس خبزات والسمكتين مستمر وناجح، بالرغم من ان عادة التبرعات بتيجي في الساعة الثانية 11، الثانية 10، الثالثة 10 بالضبط. ده كلام كويس جدا. برضو اخد رأي الأستاذ نبيل في الرسالة دي الموجهة من نيافة الأنبا سرابيون للشعب القبطي. الحقيقة عجبني الجزء اللي بيقول فيها قناة لوجز هي قناتكم، هدفها خدمتكم وقيامها واستمرارها يعتمد على عمل الله في قلوبكم لدعمكم له. I think أنا دايما بقول الكلمتين دول رغم انهم كنتش قريتهم سرابيون، لكن القناه بتاعتنا وبتخدمنا وبتخدم يعني قطاع كبير من الاقباط، سواء كانوا في امريكا او في مصر او في مناطق مختلفه، كندا، في حتت كثيره. ومن خلال برامجها بنحاول نقدم الخدمه دي، ان احنا بنحاول نقدم خدمه لكل البوبوليشن الموجوده وبمختلف اتجاهاتها. طبعا الشق الكبير الشق الروحي او الجزء الكبير الجزء الروحي، وبعد كده في الخدمات الاجتماعيه والثقافيه والسياسيه بتعم على الكل بالظبط. وتاني هي برضه انا بقول انها بتاعتكم، احنا تيم. المشاهد هو يعني اللاعب الاساسي فيها، واحنا لاعبين معاهم.
فتيم واحد بيشترك في مشروع كبير أو اشترك في مشروع كبير زي قناة اللوجوس، ومنها بيستمر النجاح طالما إن كل المشتركين في التيم بيتحركوا بيدعموا بعض وبيساعدوا بعض. بالظبط. فكلمة واستمرارها يعتمد على عمل الله في قلوبكم لدعمكم لها، أعتقد إنها معبرة جدا جدا عن استمرار تدعيم القناة. أي. وبصفة مستمرة عشان الخدمة وعشان القناة تستمر تبقى قناتنا ما تبقاش ما تضيعش مننا يعني. وهو الاستمرار بيعتمد على يعني عمل ربنا في قلوب الناس انها تبتدي تشعر بأهمية القناة، وبالتالي من نفسها تبادر في تعضيدها وسداد احتياجاتها. انا لفت نظري برضو جملة مهمة جدا في الرسالة دي، ودي الحقيقة اللي أنا كنت دايما ببقى معتقدها، إن القناة ما هياش بتاعة مكان محدود. لا. القناة موجهة لكل المهجر، ده بالعكس ده كمان في مصر والشرق الأوسط وكل المناطق اللي هي فيها المسيحيين في العالم يعني. وتتعاون إبراشيات الكنيسة القبطية في المهجر في هذا المشروع الهام، يعني مش بس إبرشية لوس أنجلوس، لا جميع الإبرشيات اللي موجودة في المهجر المفروض أنها تهتم أو يكون عندها يعني دور في يعني تدعيم القناة، كما تتعاون فيه أيضا الكنائس الأرثوذكسية الأخرى. يعني الموضوع مفتوح لدرجة كبيرة جدا، ولو هذا الكلام كان على أرض الواقع بيتم فعلا و يعني ابتدى، أعتقد أن ما كانش هيبقى في أي وقت من الأوقات أي احتياج أو نقص في أي دعم لاستمرار القناة. ما عرفش توافقوني في هذا الكلام ولا طبعا. يعني هي الجزئية بتاعت تتعاون جميع الإبرشيات في المهجر، كنيسة القبطية في المهجر في دعم هذا المشروع الهام، دي نقطة مهمة جدا. أي. لأن احنا ساعات لما بنتكلم على إبرشية لوس أنجلوس بس، أو بنتكلم الكنائس المحيطة بينا أو حاجة زي كده، إنما الحقيقة هو الدور أكبر من كده ويغطي كل الإبرشيات القبطية في العالم. طيب برضو احنا في إطار إن احنا بنعرف الناس برضو تاني على نوعية البرامج والأدوار اللي بتقوم بيها القناة، هنبتدي برضو نستعيد مع بعض البرامج علشان الناس تفتكر ايه اللي موجود وايه اللي بيتعرض في القناة، وهل بيفيد الناس ولا ما بيفيدش، وبيفيد كم قد ايه من الناس اللي بتشاهد القناة. نشوف الفيديو رقم واحد وبعدين نكمل حوارنا. بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. قصتنا اليوم عنوانها الفضة فعلت هذا. يسوع قال أرسلكم كحملان وسط ذئاب، عمر ما الحملان هتحارب الذئاب ولا هتهددها، لكن اللي حامل حملان هو الأسد الخارج من سبت يهوذا. إشعياء 19:19 يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، نبوة لازم يحفظها كل إبط. الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية حافظت على وحدة التعليم، ووحدة التعليم حافظت على الكنيسة. اقروا الكتاب المقدس كل يوم وادرسوه واحفظوه واعملوا بيه وعلموه.
أعزائي السادة المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى. ده كان جزء من البرامج اللي بتتعرض في قناة لوجوس، وخلال الحلقة هنشوف عدة أو نوعيات مختلفة من البرامج لاستعادة الذاكرة والناس تفتكر إيه اللي بتقدم في القناة. أستاذ نبيل، أنا عايز في سؤال دايما بيطرح نفسه، يعني في بعض الناس بتفكر تقول في قنوات كتير قوي موجودة، اشمعنى قناة لوجوس يعني، أو إيه الفرق، يعني إيه أهمية القناة، أو ليه ما يتحدوش مع بعض يبقوا قناة واحدة وكده. بس السؤال العام، ليه قناة لوجوس قناة مهمة، أو ليه لها أهمية والمفروض إنها تستمر وتتواجد؟ هتاخد الساعتين كله عشان أرد على السؤال ده. أنا أعتقد أكثر، بس هبدأ يعني أنت قول حتى ملخص. هبدأ بنقطة مهمة طبعا أشار ليها الأنبا سرابيون في خطابه، قال إيه، ودي دي يعني مهمة جدا. أنا بحب أستضيف القناة الاقتصادية، تشكر الحتة اللي بيقول فيها أنها قناة لوجوس هي قناة مسيحية أرثوذكسية، رسالتها الشهادة لإلهنا الصالح الرب يسوع المسيح حسب الإيمان الأرثوذكسي. أيوة. فهنا الخوف من بعض القنوات التانية أنها ما تكونش ماشية على الاعتقاد أو الإيمان الأرثوذكسي، وبالتالي إذن دورها مهم جدا في الحفاظ على الهوية الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية. بالضبط. ودي مهمة جدا لأنه كثير طبعا من القنوات موجودة سواء بالعربي أو بالإنجليزي، و في كثير من الأحيان ما بتبقاش المعلومات اللي أو التعليم اللي بناخده منها بيبقى مستقيم أو بيبقى حسب اعتقادنا الأرثوذكسي. كويس. فهنا في ضمان وضمان وأمان إن كل ما يعرض على هذه القناة هو حسب الاعتقاد الأرثوذكسي. مظبوط. في الوقت نفسه برضو باعتبارها بتبشر بالمسيحية، فهي برضو بتفيد حتى اللي هم مش معتنقين الإيمان الأرثوذكسي. لكن بالنسبة للأقباط الأرثوذكسيين بيبقى عندهم إيمان وعندهم طمأنينة وعندهم راحة بال إنه كل اللي بيتقال هو طبقا لده. تمام. ده سبب يعني أساسي جدا، وأنا مش ده السبب اللي كان ده سبب مهم جدا لأنه بيفرقها عن القنوات التانية. بالظبط. ليه القنوات ما تتجمعش؟ في الحقيقة إنه مش لازم نتتجمع، يعني كل ما يكون عندنا، لو عندنا 100 قناة حلوين يعني ما حدش، ما اعتقدش ان احنا بنقول اتفرج على دي ما اتفرجش على حد تاني. بالعكس، يا ريت يكون في 100 تانيين، ويا ريت يكون في 100 ارثوذكسيه، قناه ارثوذكسيه تانيه في اي حته، يعني زي ما كان في الرسل كانوا اكتر من رسول، ما كانش في رسول واحد يعني، كان عده رسل. وزي كمان ما الكنيسه الارثوذكسيه انتشرت في العالم كله، ما قالوش ان احنا مثلا نروح انجلترا ونقعد في انجلترا ما نتحركش من هناك، لا بالعكس في اي مكان. فكون انه يتحدوا اعتقد انها مش جود ايديا، لانه كمان ما يعني ما هياش فكره هتفيد او هتضيف، بالعكس يمكن كل قناه لها لونها. بالظبط. ولها اسلوبها ولها الطريقه اللي بتبث بيها ولها المنافذ اللي من خلالها توصل. انما احنا بيهمنا هنا في لوجوس يمكن اهم نقطه هو الحفاظ على الهويه القبطيه الارثوذكسيه. بالظبط، دي حاجة من الحاجات. كمان لو في قنوات تانية حلو، يعني ممكن حتى قنوات أرثوذكسية تانية كل بي 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 بيقدم الخدمة بطريقة مختلفة أو من وجهة نظر مختلفة، ولكنها في نفس ماشية في نفس الطريق وفي نفس المنوال بتاع الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتالي ياريت يكون في 100 كمان، وياريت يكون احنا كلنا قادرين ان احنا نمول قناة اللوجوس ونمول قنوات تانية طالما ان احنا مرتاحين ليها ومطمنين للتعليم اللي بيجي منها. دي واحده. كويس. انا ثم اتابع بعد كده. طبعا انا عارف طبعا في اسباب كتير ممكن كتير. تقول زي ما قلت لي هتحتاج اكتر بساعتين. طيب دكتور سعد، لو تحب تضيف حاجه في الحته دي النقطه دي اتفضل. الحقيقه قناه لوجوس ليه انا مقتنع بيها؟ ان يكون عندنا قناه فضائيه تابعه للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وتنشر رسالة الخلاص في أنحاء العالم. القناة لوجوس هي قناة في خدمة الخلاص. أي. خدمة خلاص البشرية، زي ربنا ما قال لنوح ابني فلك لينقذ البشرية، أنت وكل اللي يحب يركب معاك الفلك سينجو من الفيضان.
فنوح دعا العالم كله أن يخش معاه الفلك. فبالنسبة لنا قناة لوجوس كنيسة، نوع معين من الكنيسة، كنيسة كرازية، كنيسة فضائية بتذيع للعالم كله رسالة الخلاص. إذن القناة في خدمة الخلاص. قدمنا حلقة مكرسة لهذا الموضوع، الحضارة في خدمة الخلاص. واستضفنا أبونا القنبس دانيال عازر، شرح الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة، عينات طبعا، كيف أن الحضارة في خدمة الخلاص من فلك نوح إلى نهاية سفر الرؤيا المدينة. المدينة دي يعني مكان حضاري. أيوه. يعني كان ممكن ربنا يقول المزرعة، الفردوس، إنما استخدم كلمة المدينة، مدينة، مدينة أورشليم السمائية النازلة من عند الله. فكرة الحضارة في علم الله السابق وباركها. الرسل ركبوا سفن، إذن نحن نسل الرسل نركب سفينة الفضاء اللي هي لوجوس تي في للوصول إلى الناس، زي ما الرسل ركبوا سفن وصلوا إلى الناس. نقطة مهمة أحب أقولها كمان، أنا ابتديتها موضوع 10 مليون قبطي أو 12 أو 15 أو 20 مليون، افرض حتى 4 مليون. ما هو كيف يتشكل الهيكل أو البنيان بتاع 4 مليون؟ البنيان الروحي، البنيان الحضاري. هل الناس كده تمشي في الشارع وتصلي في بيوتها وتتقابل في المزارع، ولا بنبني كنائس؟ والكنائس لها أبواب ولها أنوار ولها دورة مية ولها مؤسسة متكاملة، وبوك ستور. المؤسسة دي لا تتكامل إلا باستخدام كل ما يمكن استخدامه من تكنولوجيا حديثة ودعم لأداء رسالة الكنيسة، الكنيسة الجامعة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإنجيل، كل ما يمكن استخدامه لخدمة الإنجيل وخدمة الخلاص. نبقى مقصرين أو مخطئين لو ما استخدمناهوش. لأن لو إحنا ما استخدمناهوش عدو الخير بيستخدمه ضد كنيسة المسيح، فلازم إحنا نستخدمه. زي الرب يسوع ما قال إيه؟ أبناء هذا الدهر أكثر حكمة من أبناء النور في جيلهم. فمنكونش إحنا، المسيح طبعا بيصف واقع مش مفروض أن يكون، مش إن هو ده اللي مفروض، ده المسيح له المجد، يعني مشفق علينا، بيقول ما تكونوش، ما تخلوش المثل ده ينطبق عليكم. فإحنا عاوز أقول لكم قصة. أيام افتتاح الأولمبيكس من حوالي 10-15 سنة، شفت كل جروب من دولة داخل في الاستاد اللي فيه الأولمبيكس وشايلين الأعلام، وعلى شاشة التلفزيون كاتبين أيرلند 4 مليون، دنمارك 5 مليون، تعداد كل دولة. وبعدين قلت، جالي إلهام، قلت طب إحنا 10 مليون، 12-15، ملناش كيان سياسي مستقل، إنما لنا 7000 سنة حضارة جوه هذا القلب وجوه هذا المخ. لنا 2000 سنة في المسيحية بتراث غني جدا جدا جدا، العالم كله بيحاول يدرس ويدوبك سكراتشينج ذا سيرفيس. عندنا كل هذا الكنز، لازم ننتج بما يعادل هذا الكنز. زي ما ايرلندا عندها كم محطة تلفزيون وهم 4 مليون، عندهم كم قس، كم جامعة في ايرلندا، لازم يكون عندنا كم جامعة قبطية، مش لدراسة الهندسة والطب، لدراسة التراث القبطي. لازم يكون عندنا جرايد، لازم يكون عندنا مؤسسات، مستشفيات، جمعيات خيرية، مؤسسات لعلاج الأيتام والأرامل. الحاجة المهمة أن كل هذه المؤسسات قايمة على شيء واحد بس، وهو التبرعات. Absolutely. يعني الحكومات لا تبذل أي مجهود، يمكن التصريحات والإجراءات القانونية فقط لا غير، ولكن كل الدعم المادي بيتم من خلال دعم المواطنين، لأنهم حاسين أن ده هيعود عليهم بالنفع.
ايرلندا 4 مليون عندهم كم محطة تلفزيون؟ قول بياخدوا فلوس الضرائب او بيكلفوا الناس. طيب فلوس الضرائب دي اكتر من العشور بتاعت المسيحيين؟ طبعا لا طبعا. اللي بيرسي على فاحنا كلنا نطلبه ان اخواتنا المشاهدين الاعزاء يعتبروا ان التبرع للوجوس جزء من العشور بتاعتهم، جزء من واجبهم المسيحي، جزء من مساعدة وصول كلمة الخلاص للبشرية كلها، وابتداء بالناطقين باللغة العربية، ابتداء والأقباط المنتشرين في أنحاء العالم. يعني كم قبطي في الخليج، في دول الخليج؟ مش أقل من 150 ألف. يعني عارف أن الكويت لوحدها فيها 80 ألف قبطي، ودول الخليج، السعودية، الإمارات، الإمارات، أفريقيا، كل دول محتاجين لرسالة الإنجيل. ممنوع تخش بالإنجيل السعودية، إنما ممكن لوجوس تي في توصل، وإخواتنا اللي بيشتغلوا هناك ومن جميع العرب المسيحيين اللي موجودين في السعودية، بدل ما هو في جفاف روحي يبقى إحنا ألا يستحق هذا أن يكون تبرع من عشورك يا أخي العزيز؟ أرجو أنك تتكلم في التليفون اللي على الشاشة اللي هو 818-342-3388 وتتبرع بفيزا كارد، أو تشوف إزاي تحط الحساب من البنك تبرع شهري 10 دولار، 20 دولار، 30 دولار، لتساهم في رسالة الإنجيل وصلها لجميع أنحاء العالم، بالأخص الناس اللي في احتياج شديد، وحتى وصلها في أمريكا. بلاد كتيرة في أمريكا تغطيها التلج 6 شهور في السنة والناس بتخرجش من بيتها، خصوصا لو كنيسة على بعد أكتر من 20-30 مايل. الرحلة ما يقدروش يعملوها. طب بيسمعوا رسالة الإنجيل، بيشتركوا في القداس الإلهي وفي العبادة الروحية. أنا أحيانا بيحصل لي الحكاية دي، وبصلي القداس مع وفي عبادة وروحانية جميلة جدا لما أكون في رحلة سفر، أو حتى يوميا عظات روحية. هذا هو هدف لوجوس، وهي يستحق فعلا أنك أو تروح على الويب سايت www.logoschannel.com، اشترك، اعمل اشتراك شهري أو تبرع بفيزا. احنا محتاجين جدا لتسديد نايل سات هذا الأسبوع، وإلا تحصل ظروف يعني متوقف عن ويتوقف على الإرسال لمصر ومنطقة الشرق الأوسط. شكرا يعني لقبول هذه الدعوة. ويعني كنت عاوز أضيف للكلام اللي قلته حضرتك، مثلا كمثال لعدد أبناء الكنيسة اللي موجودين في الخليج، إن فعلا كان من ضمن التخطيط لتغطية هذه المنطقة، لأن النايل سات طبعا بيغطيش كل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج، ولكن في أمر تاني ممكن يغطي منطقة الخليج، وكان في خطة لتغطية المنطقة بتاعت الخليج كلها، ولكن برضو نتيجة لعدم وجود ما يغطي هذه التكلفة الإضافية خلانا غير قادرين على تلبية هذه الخطة. كان هيبقى يغطي الخليج وأوروبا عن طريق الهوت بيرد، وابتدينا فيه لفترة ولكن توقفنا نتيجة لعدم قدرتنا على الاستمرار فيه. يعني لو بيشاهدنا دلوقتي ناس من اخواتنا اللي في الخليج بيتفرجوا علينا على الانترنت مش على الساتلايت، ويحاولوا يساهموا ولو بمبلغ بسيط او رمزي، بس نعرف ان في تواصل وفي رغبة وفي ابتداء معونة، نقوم نتشجع والعجلة تمشي. بالظبط. طيب هو ده هياخدنا لنقطة تانية اللي هي يعني زي ما اتقال قبل كده في حلقات قبل كده، ويمكن مع بعض الآباء الأفاضل، إن الناس بتبقى عندها حماس كبير جدا للتبرع للكنيسة بدون تردد وبأسلوب سريع جدا، والاستجابة بتبقى غير عادية. ولكن لما بنيجي للقناة أو للقنوات الفضائية بصفة عامة، بيبقى النظرة ما زالت مختلفة. إيه الأسلوب أو إيه إزاي نشرح للناس إن الفكرة دي ممكن تتغير؟ يعني أبسط حاجة مثلا في عنوان كده بيقول
ان الكنيسة طبعا لها الأولوية في كل حاجة طبعا، والدعم ليها مهمة جدا، ولكن الكنيسة هي بتترعى من بداخل الكنيسة. العدد الموجود داخل الكنيسة وصل بقى 500,000 أو 2,000 ايا كان، ولكن محدود. القناة الفضائية لوجوس كنيسة تغطي بلا حدود، عدد غير محدود. فهل ده ما يديش نفس الإحساس عند الناس، بحيث أنا أستجيب بنفس القوة؟ بل بالعكس، مفروض استجابة تبقى على سكيل أكبر، على أساس دي هتبقى كذا كنيسة وليست كنيسة واحدة، عدة كنائس، لأنها تغطي مساحات أكبر وأماكن مختلفة في العالم وعدد أكبر من المستفيدين أو المشاهدين. يعني ما في شك أن المشاهدين أو معظمنا كpopulation متعودين على الكلاسيك واي أو الكلاسيك فورم بتاع الكنيسة. نحن بروح كنائس بجدران لمسينها وشايفينها وقاعدين جواها وكده. طبعا استخدام التكنولوجيا الحديثة الساتلايت والإنترنت أضاف فورم تاني أو شكل تاني من الكنائس، اللي هو ممكن يكون أو هو زي ما احنا شايفين في قناة اللوجوس. هدف من هدفها المهم أنها الكرازة بالإنجيل. وبالتالي هي جزء لا يتجزأ من أو بتأدي نفس الخدمة أو بعض الخدمات اللي بتقوم بها الكنائس التقليدية اللي احنا بتقوم. I think إن معظمنا لسه مش ماسك الكونسب بتاع إنه ممكن كنيسة تيجي عن طريق الساتلايت، ممكن تيجي عن طريق التي في. ويمكن ده اللي بيخلي فيه شوية عدم تشجيع أو عدم اندفاع، يعني للتبرز بندفع أو الاستجابة بتبقى فيها تردد شوية ما في شك إنه لو بصينا على القناة اللي بتعمله، فلما بتجيب لك مثلا قداسات كل حد من كنائس مختلفة، فهنا بيدي لك قداس كامل بيجي فيه. لما بتلاقي الجرعة الروحية اللي موجودة وهي حوالي 70-80% من البرامج المقدمة، بتضيف لي حاجة مهمة جدا، انك بتقدر تستمع وتستمتع بأبائنا المختلفين او الكهنة المختلفين الموجودين من غير ما تروح لهم في كنائسهم. يعني مثلا البرومو اللي كان من شوية مع أبونا أغنستينوس، أبونا موجود في كوفينا، راعي كاهن كنيسة ماري يوحنا بكوفينا. فأنت ممكن تكون موجود في الخليج، ممكن تكون موجود في مصر، لكن بتحضر أو بتستمع أو تستمع لبرنامج لأبونا أغنستينوس اللي بيحدي لك أبونا أغنستينوس، بس عشان الناس تعرف أنه هو كان محامي أساسا. وبالتالي بيدينا حتى وجهة نظر تانية يعني عميقة ومتعمقة جدا في المحاماة والكنيسة، القانون والكنيسة. ليس من السهل على كل أب أو كاهن أنه يديلك النقطة دي. نبص نلاقي فينا أبونا سدروز بيجينا من أوهايو. يعني احنا هنا قاعدين في لوس أنجلوس ما بنقدرش نسمع لي إلا لما كان جه وعطى كل محاضراته أو برامجه اللي هو بيقولها هنا. وعلى فكرة بدون قطع حديثك، يعني أبونا سيدروس بالمناسبة له وعظة يومية طول السنة بالضبط. فبغير قناة اللوجس ما كانش ممكن نسمعها، لأنه يتطلب عليك أنك تسافر تروح لأوهايو عشان تروح له في كنيسته هناك وتسمع له. أبونا بشوي هنا موجود في الفالي في نورث لوس أنجلوس. نفس العملية، لازم تيجي لكنيسة أثناسيوس عشان تسوق وغيره وغيره وغيره. برضو أبونا بشوي عزيز له دراسة كتاب يومية بالضبط. ففي نقطة مهمة أنه الكنيسة نفسها بتجيلك لغاية بيتك، يعني من غير أنت. وبعدين بتسمع طبعا لكل الأساقفة الموجودين في المهجر، بالإضافة للأساقفة اللي هم بيزورونا. في هنشوف بعد شوية بعض الكلبات، بنشوف معانا أساقفة جت من مصر واستغلنا فرصة وجودهم هنا، وبدأنا نستضيفهم وبنتعرف على وجهة نظرهم، على طريقتهم، على إيمانهم، على تعليمهم، اللي طبعا بيختلف من أسقف لأسقف ومن كاهن لكاهن. أعتقد إنه الكونسبت
لازم يبدا يعني لازم يبدا يتغير. طب ايه محتاج أكثر. ايه علشان الكونسبت ده يبتدي يتغير او الفكر ده يبتدي يتغير؟ محتاج ان احنا دايما نفكر انه هل احنا نبتدي يعني نوعي الناس، او انا ممكن اوعي مثلا اللي حواليا، ولا برضو المفروض في الكنائس او في التجمعات اللي حاجه زي كده تبتدي الناس برضو او الكهنه او الاباء الكهنه الموجودين في اماكنهم يبتدوا يوعوا الناس على اهميه او دور القنوات الفضائيه بصفه عامه ودور قناه زي لوجوس بصفه خاصه في نشر كلمه ربنا في انحاء العالم؟ متهيالي ده ممكن يجيب نتيجه. الحقيقه الاثنين مطلوبين، لان نستمع إلى أباء كهنة بيشجعوا لوجوس. يعني كنت استضفت من حوالي شهرين الأب الموقر أبونا أثناسيوس جورج كاهن الكنيسة القبطية في أيرلندا، وسألته عن إيه دور، ما هو دور لوجوس بالنسبة لأقباط المهجر أو لأقباط العالم. فقال تعبير جميل جدا، قال قناة لوجوس أو أي قناة فضائية مسيحية هي أريوس باغوس اللي كانت من 2000 سنة اللي هو المنبر اللي وقف عليه بولس الرسول ليكرز بالمسيح. تعبير جميل قوي. فقال قناة لوجوس هي أريوس باغوس، يعني الناس اللي تكفلوا برحلة بولس الرسول إلى أثينا وأقام عندهم، يعني من تكاليفهم من تبرعاتهم صرفوا على رحلة بولس الرسول إلى أريوس باغوس، يقابل في عهدنا الحالي الناس اللي بتشجع لوجوس ماديا. فده تشجيع، مش تشجيع، ده تكلفة إن الرسول يأكل لقمة ويلبس هدوم ويقطع تذكرة مركب يوصل لأثينا، يقابلها اليوم تشجيعك أيها المشاهد العزيز لقناة لوجوس. وأنا أعتقد يعني إن وقتها يمكن هذه التكلفة كانت أكتر والمجهود كان أكبر طبعا والوقت كان نسبياً أطول. مش كده؟ نسبياً عشان بولس الرسول يوصل أريوس باغوس. النهاردة احنا بنعملها بأنك تدوس على زرار. يعني حتى المشاهد لما عاوز يتبرع مش مضطر يتخ مشوار لهنا، مش هيروح يجي أيام، ده يتكلم في التليفون ويدي الفيزا كريدت كارد أو يدي البنك أكاونت في كذا مجال، وممكن يخش على الويب سايت وممكن فالناس اللي كانت بتوصل تبرع لبولس الرسول كان يمكن لازم يسوق واحد يدي الواحد يدي الواحد وكل واحد فيهم يمشي 5 كيلو عشان يوصل في الآخر الرسالة توصل لبولس الرسول. ومخاطر الطريق إلى آخره، كل ده عشان سبورت رحلته إلى أريوس باغوس عشان يقول العظة الذهبية اللي القديس لوقا اختار، أو الروح القدس اختار عن على لسان القديس لوقا أو قلمه أنه يكتب يسجلها في سفر الأعمال. بل إن أتجاسر أن أنا أقول أن كتابة الكتاب المقدس نفسه في مجلد الأناجيل والعهد القديم والجديد، أنها تتكتب في كتاب على مخطوطة ونساخ يقعدوا ينسخوها من نسخة إلى نسخة إلى نسخة وللانتشار في أنحاء العالم، تعادل لوجوس تي في النهاردة. مش لا ما أقصدش تعادل يعني إيكوال عشان ما نخشش في جدل ونقاش، لا يعني نفس المهمة، أنا أقصد المهمة إنما بتؤدي الغرض. الغرض الهدف. التكنولوجيا بتاعت سنة 30 ميلادية اللي تعادل لوجوس تي في كانت نسخ كتب. فالله أراد، الروح القدس ألهم الرسل ان هم يقعدوا يكتبوا الأناجيل والرسائل، كما ان الروح القدس يلهم الآن الخدام اللي بيتكلموا على لوجوس تي في لنفس الغرض، نفس غرض تسجيلي، تسجيل الكتاب المقدس، النهاردة غرض شرح الكتاب المقدس او حتى قراءته فقط. بالضبط. يعني القدس أبونا أغسطينوس حنا بيتكلم من الكتاب المقدس. يعني هو طبعا أستاذ دراسة العهد الجديد والعهد القديم، فلا تشبع منك تقعد تستمع إليه لأنه بيقدم لك وجبة روحية إنجيلية شهية جدا. أنا عشان أروح أسمع أبونا أغسطينوس حسوق لي 2-3 ساعات ومش ضامن الميعاد العظة دور عليه النهاردة العظة ولا لا. طب والناس اللي في استراليا اللي في
في نيويورك زي ما حضرتك قلت يا أستاذ نبيل. النهاردة عندنا ما يقرب من 100 برنامج، معظمهم برامج روحية وإنجيلية وتعليمية وكرازية على لوجوس تي في. عدد إلي يمكن 10-15 برنامج مرغوبين جدا باي ذا واي. البرامج الأخرى أيضا مش لوحدك، برنامج الكنيسة اليوم، برنامج الصحة الكاملة، برنامج الحضارة القبطية، اللي هي يعني مش معصورة قوي يعني 100% مساء الخير أمريكا، برنامج مساء الخير أمريكا الأستاذ نبيل الباشا، برنامج حضرتك المستقبل، مصر المستقبل، برامج الوطنية، البرامج السياسية، يعني كلها ده يمكن 10% في مجموعها، إنما 90% إنجيلية روحية قداسية وعظية. فجرعات جرعات بمبلغ تافه جدا جدا جدا. طب انا هقول لو كل واحد فينا يحسب بيشرب قهوه او شاي في الشهر بكام ويتبرع بالمقابل بتاع اللوكس، العمليه هذا يكفي. ايوه بس بند القهوه الشهري حط المعادل له، يعني لو انا فقير وبشرب قهوه في الشهر ب$2 اتبرع ب$2 اجمعهم كل كام شهر وابعتهم للوكس. لو انا غني وبشرب قهوه ب$100 في الشهر اعمل البديل. المقابل الاخر بالنسبه لكنائس المهجر، الكنائس القبطيه الارثوذكسيه عددها في امريكا وكندا اكبر، تاني اكبر عدد كنائس ارثوذكسيه بين جميع الطوائف الارثوذكسيه. اعلى تعداد لكنائس، احنا ما نعرفش الافراد انما نقدر نعد الكنائس. ففي ما يقرب من ما يزيد عن 200 كنيسة 230 كنيسة قبطية ارثوذكسية بين الولايات المتحدة وكندا. ده تاني اكبر عدد لكنائس ارثوذكسية. اللي يعلو فوقنا في نفس العدد الكنيسة اليونانية الارثوذكسية. انما جميع الكنائس الارثوذكسية الاخرى اقل عددا، وهذا يشهد لعظمة الأقباط. يشهد لأمانة الأقباط في نشر الإيمان المسيحي، يشهد للهوية القبطية المتمركزة حول الروحانية والقداس والإنجيل التي تعبر عن الرغبة في بناء الكنائس. إحنا بس المايند سيت، طريقة التفكير اللي هي، وده ما قال لنا عذر فيه ان الموضوع حديث. هو زي ما قال الاستاذ نبيل، هو احنا اتعودنا على طريقه تفكير كلاسيكيه. حطتنا في البوتقه بتاعه الجزئيه بتاعه الاولويات، ان الكنيسه اللي هي المبنى وما بداخله هو ده اللي احنا نديله الاولويه، انما الحاجات التانية وكذلك طبعا التبرع للفقراء والكلام ده برضو نديله الأولوية، لكن الحاجات التانية بتبقى في الأولويات متأخرة شوية. ما هو لو المسيحيين في القرون الأولى في العصر الرسولي قالوا أنا مش عاوز أدفع تذكرة للرسول عشان يروح أفسس وأنا هتبرع للفقراء، كان بولس مش هيروح أفسس بالزبط. يعني هيروح إيه؟ ما هيروح على رجليه بالزبط. بس هياخد 2-3 سنين. وحيبشر عدد اقل، فالناس اللي تبرعوا لبولس وبطرس ومرقس ان هم يعملوا الرحلات بتاعتهم كان اهم، ولا ان هم يدوا لفقراء اهم؟ كلاهما اهم، يعني مهم، يعني الاثنين يعني كانوا مهمين، بس لازم بس بيوزع تبرعاتهم لا تفعل هذا وتترك تلك، خدمات مختلفه. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا عاوز استمر زي ما انا كفرد هعمل قاعده والتزم بيها ان تكلفتي في القهوة شهريا هحط ما يقابلها للوجوس، ايضا الكنائس تقول تعمل بند عشان ما نقولش دي كنيسة غنية وكنيسة فقيرة واحنا مديونين واحنا كذا، وكل دي يعني اسباب وجيهة للحرص في دفع الفلوس والتبرعات لكل كنيسة. فمجلس كل كنيسة ممكن يحط قاعدة لنفسه، ما يعادل فاتورة المية في الكنيسة دي أنا هدفع ما يعادلها للوجوس، أو فاتورة النور أو فاتورة التليفون
او يعني يختاروا فاتوره من الفواتير. أي تكلفة. اذا كانت كنيسه غنيه وبتعمل كهرباء $1,000 في الشهر تدي لوجوس $1,000 في الشهر. كنيسه فقيره وفيها 10 20 عيله وفاتوره الكهرباء $10 في الشهر تدي ما يعادلها $10 لانها بالطريقه دي بتخدم شعبها. بالظبط. واكثر من ذلك الناس اللي الكنيسه دي ما اكتشفتهمش. في ناس في اباط كتير في عدد الاباط اللي الكنايس اكتشفتهم لا يزيد عن 50%. اي انا اعرف ناس كتير جدا قالوا لي ما دخلناش كنيسه بقالنا 5 سنين وما نعرفش ان الكنيسه فين او يمكن بعيده او ما حدش او ما حدش شجعنا او تواصل معانا. انا اعرفهم شخصيا. هو اعمل ايه يعني يعني تحاول تقنعه. المهم فلما الناس دي تتفرج لكن قالوا لي بنتفرج على لوكس. أي. انا يعني برضو مريت بتجربه زي كده واعرف ناس يعني الكنيسه بالنسبه لهم مش مواظبين عليها باستمرار لكن بيتفرجوا على لوجوس باستمرار. والجرعه الروحيه هتخليه في يوم الايام يروح الكنيسه. فبيروح لما بيتحركوا الجرعات اللي بياخدها الروحيه اللي بياخدها من لوجوس بيتحركوا علشان يروح بقى يتناول من الاسرار المقدسه او يتعامل مثلا مع الاسرار المقدسه في الكنيسه وكده فبيضطر ان هو يروح او بيبقى رايح عاوز يروح. يشتاق هنا بتزود اشتياقه الروحي فده برضو بيروح. نقدر نضيفه للدور بتاع لوجوس. انا هكتب اهو ان بتشجع الناس اللي هي اثاره الاشتياق الروحي للعباده. للعباده لان واحد حالته فتره روحيا بيتفرج على لوجوس او مشغول وقته ضيق جدا بس بيلاقي وقت يبص شويه وقته قليل ان هو يتفرج مثلا قناه لوجوس او حاجه انما بعد كده بيبقى عنده رغبه ان هو يروح. طب نقدر نستاذن المشاهد العزيز انه يتكلم على التليفون اللي على الشاشه ويشجعنا. انا عاوز كده واحد يتكلم ويتبرع بمبلغ باي مبلغ من $10 $1,000 $10,000. نحن في لوجوس في أشد الاحتياج لتبرعك أيها الأخ العزيز. بدون الخمس خبزات والسمكتين سامحوني أنا مش يعني مش عاوز أفسر الإنجيل على مزاجي بس يعني هل المسيح كان هيعمل المعجزة من غير الخمس خبزات والسمكتين؟ اشهد أنت أيها أنا مش هرد على السؤال ده بس على الأقل لو في جيبك خمس خبزات وما قدمتهمش للمسيح يبقى انت بتقول للمسيح انا مش عاوزك تعمل معجزه. سامحني انا مش في وضع يدعوني ان انا اقول كده او يسمح لي ان انا اقول كده واعتذر. احنا ممكن نبص لها بطريقتين ان العطيه البسيطه دي يعني مهما كانت الالفات او مهما كان العطاء قليل انما من خلال ايد ربنا وبركته هيزيد ويغطي كل الاحتياجات. طيب احنا برضه عشان ندي فرصه للناس تتصل ونقدر نكمل حوار نتفرج على فيديو رقم 4 وبعدين نرجع تاني نكمل الكلام. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة القبطية في القاهرة أو في لندن أو في باريس يفقد هدوءه على الإطلاق. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. رد فعل الناس لما سمعوا من ربنا يسوع المسيح له المجد ان هو بيتكلم عن نفسه ان هو الخبز اللي نازل من السماء وان هو هياكلوه بقى يعني ايه الاخبار؟ طبعا زي ما تفتكر المره اللي فاتت قلنا اول صدمه ليهم انه اتكلم عن نفسه النازل من السماء وقالوا ازاي
يقول عن نفسه كده وهو احنا عارفين ابوه. وبعدين لما لاحظوا ان هو بيأكد على انه هياكلوه فعلا، أعزائي السادة المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى ونكمل حوارنا. على فكرة أستاذ مجدي معلش أنا هتدخل بسرعة وأقول إنه اتفضل. الفيديو كليب ورانا جزء من برنامج الحضارة القبطية اللي بيقدمه الدكتور سعد، وفي الحقيقة من البرامج المتخصصة جدا، يعني ده من أجمل بصراحة البرامج الموجودة، مش عشان الدكتور سعد موجود، أنا دايما بقول الكلام ده لأنه برضو عشان تعرف أساسيات وحقائق وكل ما يمكن تعرفه عن الحضارة القبطية كان لازم تروح كليرمونت وتلتحق بالدراسات الموجودة هناك، تخش مكتبات بقى أو تخش مكتبات وتقرأ، لكنك تجيب بقى طبعا الأستاذ المؤسس للحاجات دي وبيجعلنا عنا بطريقة بسيطة وسلسة في الوقت نفسه، زي ما قلت لك تاني مطمن الكريديبيليتي بتاعت الانفورميشن اللي بتجيلك ده اهم حاجه قوي. بالمناسبه اي ثينك الدكتور سعد عنده بروجكت جديد بان او في الحقيقه حاجه جديده ممكن تقول لنا عليها. صاحب النيافه الانبا سرابيون اسقف لوس انجلوس اسس سانت اثناسيوس اند سانت سيريل كوبتيك اورثوكس ثيولوجيكال سكول، وابتدات في يناير الماضي السمستر الأولاني، وفي الصيف كان في السمستر الثاني، والسمستر الثالث يبدأ يوم الاثنين القادم اللي هو 14 سبتمبر، ويوم السبت 12 سبتمبر هيبقى حفل الافتتاح ومحاضرتين. ولو نشوف صورة نمرة واحد على الشاشة، لا صورة نمرة واحد اللي هي الإعلان بتاع الحفلة ده. بالمرة نتكلم على الموقع لا الصورة الثالثة بقى، لا يبقى الرابعة ايوه. فالصورة دي دعوة مفتوحة للجميع لحضور الاورينتيشن وحفل افتتاح الكلية اللاهوتية السمستر القادم فول اورينتيشن يوم السبت 12 سبتمبر من الساعة 12 الظهر للساعة 4 بعد الظهر في كليرمونت سكول اوف ثيولوجي، اللي هي العنوان على الشاشة، وهقول لكم دلوقتي ازاي تجيبوه من الانترنت. هيبقى نيافة الانبا سرابيون هيقول محاضرة الساعة 12 وربع عن رحلة الكنيسة الكنائس الارثوذكسية من مجمع خلق دنيا الى الاتفاقيه اللي وقعها قداسه البابا شنودة الثالث في سويسرا في اواخر 1980s مع العائلتين الارثوذكسيتين، وكان نيافه الانبا سرابيون شريك في هذه المحادثات. الصوره المتاسف الشخصيه الثانيه اللي في الصوره السابقه ارجو نشوفها برضو، الارشيمندرايت ايريناي اللي هو عميد كلية اللاهوتية للكنيسة الأرثوذكسية الأمريكية أرثوذكس تشيرش أوف أمريكا، اللي هي نبع من أصل روسي، يعني هي إبرشية من إبرشيات الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في أمريكا، وهو موقعه في سان فرانسيسكو، وهو أيضا عميد الكلية اللاهوتية هناك في سان فرانسيسكو. وما هو اسم تلك الكلية تتعجبون؟ كلية القديس كيرولوس والقديس أثناسيوس الأرثوذكسية في سان فرانسيسكو. يعني هم عندهم القديسين كيرولوس وأثناسيوس، وإحنا عندنا القديسين أثناسيوس وكيرولوس. إحنا واخدينهم بالكرونولوجيكالي، من الشمال واخدينهم من الشمال اليمين. فنيافة الأرشمندرايت هيتكلم، هيدي المحاضرة نمرة 2 يوم السبت بعد بكرة في كليرمونت في موضوع العلاقة اللاهوتية والفكرية والروحية بين العائلتين الأرثوذكسيتين.
أنا أدعو القارئ المشاهد العزيز إن نروح نشوف الصورة نمرة 3، مش الخريطة، أيوه الصورة دي. روح الويب سايت اللي على الشاشة اللي هو www.actslibrary.org. جادم كلمة acts منين؟ ACTS Athanasius Cyril Theological School Library، وده اسم الكوبتيك أرثوذكس ثيولوجيكال سكول اللي عمدها قدس الأب القس جون بول عبد السيد الذي نهنئه، حصل على الدكتوراه من جامعة نوتردام في الفكر اللاهوتي للقديس كيرلس عمود الدين، ويشغل الآن منصب عميد هذه الكلية. والكلية الحقيقة فيها مقررات عديدة جدا، لو رحت الويب سايت ده وعملت انرولمنت تقدر تسجل في المقررات اللي هتبتدي يوم الاثنين الجاي 14 سبتمبر. المقررات فيها لغة قبطية، فيها أدب قبطي، فيها فنون قبطية، فيها درس عهد كتيب جديد باللغة القبطية وباللغة اليونانية، مادتين مستقلتين، وكل حاجة من دول مستوى أول وتاني وتالت في السمستر اللي جاي، ومتوزع على السمستر اللي جاي واللي بعده واللي بعده، بحيث انك في خلال سنتين ممكن تاخد ماجستير في في اللاهوت القبطي الارثوذكسي. وايضا الدعوة مفتوحة ليوم السبت بعد بكرة في كليرمونت. الخريطة، نشوف الصورة التالتة اللي فيها الخريطة اللي هي في كليرمونت سكول اوف ثيولوجي. لو المكان ده اللي هو الأحمر اللي في النص على فوت هيل، الناحية الشمالية من الشارع فوت هيل في مدينة كليرمونت، من مشهورة إنها أجمل مدن أمريكا. لو تسمح نرجع للصورة تاني، نخليها على الشاشة شوية عشان هشرح إن من ناحية الموقع ده في وسط أربع كنائس قبطية أرثوذكسية. على من الشرق كنيسة القديسة يوستينا في رانشو كوكامونج، في الغرب كنيسة ماري يوحنا الحبيب في كوفينا، غرب الجنوب كنيسة سانت موريس في بومونا، غرب الشرق كنيسة جديدة في كورونا، متأسف الكنيسة القديمة اللي هي في لازالت موجودة يعني في كورونا ونوركو، كنيستين في الحتة دي. ففي وسط تجمع قبطي كبير جدا، يعني مش أقل من 1500 عيلة في مسافة 10 مايل من موقع الكلية وللحضور. الخبر السعيد، وهو أيضا هتقرأ تفاصيله على الموقع الويب سايت اللي هو actslibrary.org، إن نيافة الأنبا سرابيون عمل اتفاقية memo of understanding مع كليرمونت سكول اوف ثيولوجي ان هم يدونا فصول نعمل فيها ومكتب اداره، بحيث العميد عندنا وسكرتارية وفصول دراسيه للمحاضرات والكورسات اللي تتاخد هناك. ايه ميزه المكان ده بالذات؟ ان عندهم مكتبه من اكبر مكتبات العالم في الدراسات القبطيه، فيها حوالي 10,000 كتاب، يا إما في الدراسات القبطية سوليد يا إما في المحيط بتاع الدراسات القبطية، يعني الدائرة الأوسع شوية، بحيث التلامذة هيبقى لو أنت مسجل في الكلية بتاعة الأنبا أثناسيوس الأنبا كيرولوس القبطية الأرثوذكسية، هيدولك كارت أو حتى على الإنترنت ترخيص وباسورد، تقدر تستعير كتب إلكترونية أو كتب مادية من مكتبة كليرمونت سكول اوف ثيولوجي. المكسب الثاني، كليرمونت سكول اوف ثيولوجي على الناحية الشمالية من فوت هيل بلوفوار، بينها وبين جامعة كليرمونت في الناحية الجنوبية في نفس المنطقة كليرمونت، بيدرس فيها الدكتور جودة جابرة الدراسات القبطية سمستر بعد سمستر. تقدر تاخد 50% من الكورسات في جامعة كليرمونت بالمبلغ اللي بتدفعه في كليرمونت سكول اوف ثيولوجي. طب انا هتسجل في كنيسه الانبا اثناسيوس الانبا كيرولوس، هيبقى في اتفاقيه جديده يعني ان ذا ميكينج بين الكليه القبطيه وكليرمونت سكول اوف ثيولوجي، تبادل
الكريدت، يعني اخد نص الكورسات هنا والنص هنا ويتحسب لي ماجستير من واحدة منهم. لها مكسب ثالث ان احنا ناخد تلامذة من الجامعتين يجوا يدرسوا عندنا. زي لوجوس تي في ما بتوصل لغير الاقباط وغير المسيحيين، يسمعوا عن المسيح لاول مرة. ناس كتير جدا امنوا بالمسيح من الراديو ومن التلفزيون، ناس كتير جدا وبقوا مسيحيين واحتملوا. انا شفت واحدة منهم بتكلم في برنامج تلفزيوني وبتحكي قصة العذاب بتاعها في مصر في اقسام البوليس وفي السجون والعذاب البدني، احتملت المسيح، هي تحولت الى الديانة المسيحية من برنامج في الراديو. الا يكفي هذا كله للتبرع يا اخي العزيز؟ اخدم بس موضوع يوم السبت القادم، ارجو ان احنا نشوفكم هناك وتيجوا تسمعوا العزل الهامة لنيافه الامبسرابيون والارشمندريت الروسي، المكان قريب جدا. وممكن تعمل جوجل، اعمل جوجل كليرمونت سكول اوف ثيولوجي وروح يوم السبت الساعه 12 الظهر. مش عاوز انك تدور على الاعلان ولا حاجه، اللي هو ده اللي احنا شفناه على الشاشه. النقطه الثانيه ده يبين اهميه لوجوس تي في، ان انا دلوقتي احنا قلنا للعالم القبطي باكمله ان في كليه لاهوتيه في لوس انجلوس مفتوحه للدراسه بالانترنت. وده اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي. ان احنا يعني اعلنا على هذا الخبر. واعتقد انه هينتشر في العالم في كله. العالم كله. روح الويب سايت اللي اديناه اللي هو actslibrary.org وسجل من اي مكان في العالم. في ومكتوب الكورسات اللي بالحضور الشخصي. هي عندهم ثلاث انواع، كورس منك تروح الفصل هيبقى دائما من 6-9 مساء، كورس بالانترنت فقط، وكورسات بالحاجتين الانترنت والحضور الشخصي. ففرص ذهبية طبعاً. واحنا بنقول للعالم القبطي كله او المجال الدراسة مفتوحة لغير الاقباط ايضا. يعني للاغتراف من التراث القبطي. الكلية دي طبعا هتركز على النواحي اللاهوتية والانجيلية. جنبها جامعة كليرمونت بتركز على دايرة اوسع وهي الفن والموسيقى والحضارة الى اخره. وايضا كوبتك نيو تيستمنت، كوبتك ليترجي الى اخره. كليرمونت سكول اوف ثيولوجي فيها مجموعة تانية من الكورسات، يعني ممكن تعمل باقة جميلة كورسات في الثلاث جامعات وتاخد ماجستير او دكتوراه. ده أهمية لوجوس تي في للعالم القبطي في مثل هذه المشروعات. تبرعك أيها الأخ العزيز، الشاشة، التليفون، عاوزين نسمع أخبار سريعة سعيدة إن في ناس تكلمت واتبرعت لهذا النشاط الجدير بإعجابك أيها المستمع العزيز وأيضا تشجيعك. طيب شكرا جزيلا دكتور. كان معانا على التليفون ايمان، اعتقد انها اتاخرنا عليها، انا بعتذر طبعا اتاخرنا عليها، وممكن تتصل تاني. طيب ده يعني دور من ادوار القناه اتعمل دلوقتي على الهواء من خلال البرنامج، ان احنا اعلنا عن موضوع مهم جدا جدا، ممكن كان هيبقى فيه صعوبه في نشره على هذا المستوى الواسع لو مش من خلال قناة فضائية ومنتشرة. فأعتقد أن ده بيضيف برضو للوجوس أهميتها في استمرارها. كنيسة بدون بوردرز، من غير أي حدود ولا أي ليميتيشن. بالضبط. أي حتة وأي موضوع بنتكلم فيه بيبقى بهذا. لو تفتكر احنا عملنا من أسبوع برضو شجعنا النشاط المهرجان الفرعوني. أيوة. اللي بيتم كل سنة. بالزبط. وجبنا دكتور نبيل سليمان. لسه هنتكلم بعد كده حتى عن دور القناة ان هي في تدعيم الكنائس في جميع نشاطاتها المختلفة ومناسباتها المختلفة. افتكر برضو احنا كنا بنغطي الاحتجاجات والسبورتينج. أيوة. وكل الحاجات اللي كنا كشعب قبطي موجود بالذات في سادن كاليفورنيا كنا بنشارك في كل الحاجات دي. هي تانية يعني قناة كل واحد فينا، مش قناة مظبوط. وكل الأنشطة اللي احنا بنعملها بنحاول نعرضها من خلال قناة اللوجوس، وبتوضح شخصيتنا وأهدافنا وحياتنا
واعتقد ان كان في مكالمه جميله من اعتقد دكتوره رجاء من مصر في خلال هذا البرنامج، وكانت بتطلب من قناه اللوجست تسجل او تورينا المهرجان الفرعوني، لانها كانت يعني من مصر وكانت متشوقه جدا انه المصريين اللي موجودين في الخارج ما زال ليهم الرابطه الفرعونيه او ليهم الحنين لمصر من خلال هذا البرنامج، وكانت يعني بترجو ان احنا بننقل لها، وقلنا لها ان احنا بننقل ده ان شاء الله. فشوف حتى الترابط بيجي من يعني يعني دكتور رجاء في مصر وكل المصريين اللي في مصر هيعيشوا المهرجان زي ده او الاكتيفيتيز ده دي من مكان هيقدروا يدرسوا ايه اللي بيحصل، كورسات في جامعه موجوده هنا في كليرمونت. اي ثينك انه لو انا ذات ليميتيشنز يعني هنزامن. طيب انا استاذنكم ممكن نطلع فاصل نشوف فيديو رقم 2 ونكمل حوارنا ان شاء الله. بالنسبه لمجزره بورسعيد دي في الفتره بتاع السنه بتاع الثوره ما سمعناش عن صفقه ظهرت خلال الاسبوع اللي فات جزء كبير من الاحداث دي، فكان بتدينا بعد ثاني احنا لما موجودين هنا في امريكا وما كلنا عارفين الاختلال. انا كنت قبل الفيديو كنا بنتكلم عن نوعيه تكتيك الارهاب عشان احنا ما ننزلش بكره. ليه؟ لانه مش عايز يوري للعالم بس نزول الناس بكره. The church is so beautiful. I looked in the pictures. It's a really beautiful church. It's really wonderful. Especially the colored glass, the wind. And the economic development that's happening now. So tell me, why did the Cleveland Brown open? This is our issue. أو أي حد عنده استفسارات برضو ممكن إن إحنا يمكن إن إحنا نساعده. أنا كنت عايز برضو بالمناسبة دي أشير إن هو كتير حاجات كتير أو أول عجبتني في الديبيت اللي عجبني أكتر. انه زي ما قال 18 مش معناها ان في 15 ما فيش في بس ما تبقاش بتبقى انتخابات محليه ما تبقاش انتخابات كل الكارت بتاع الميديكير بس في نفس الوقت قالوا لي هنخصم منك 104 من ويلكم تو لوجوس تي في اند تو اور سيجمنت توداي on Coptic civilization. I'm Michael Saad. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you. I'm honored and also very blessed with your kindness to be my. Absolutely, you know, to be honest, the vision of Theophilus and the life in our consciousness and is so vivid in the way that we interpret our history. And يوم السبت 7 فبراير نرجو أن نستمع من حضرتك، لأن أنا شخصياً نفسي أسمع لأول مرة في حياتي إيه علاقة القديس العظيم الشهيد ماري مرقص الإنجيلي بالهوية القبطية. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد. تبرعك للوجوس تي في هو 100 ضعف هنا، وشارك في خلاص نفوس كثيرة. تبرعك يصل إلينا عن طريق الهاتف 818-342-3388 أو عن طريق موقع القناة logoschannel.com أو على العنوان البريدي PO Box 8266 Northridge, California 91327. اهلا بكم مره تانية اعزائي الساده المشاهدين. دكتور سعد، كنت حضرتك عايز تقول حاجه قبل ما نطلع الفاصل؟ الحقيقه حاجتين اتفضل لو تسمحوا لي. الحاجه اتفضل. الاولى ان الكورسات في الكليه القبطيه الارثوذكسيه اللاهوتيه اللي اعلنا عنها من دقائق هيكون في كورسات باللغه العربيه وكورسات باللغه الانجليزيه. يعني ابونا دانيال عازر بيدرس العهد الجديد باللغه الانجليزيه في سمستر، وبعدين بيدرسه هو نفسه باللغه العربيه في السمستر اللي بعده. فلما تروح على الانترنت ممكن تبحث هذا او ذاك وتختار ما يناسبك. وطبعا ده اهميه لوجوس، لان مفيش
عندنا كم إكليركية في العالم؟ وبعدين واحد في سوهاج ما عندوش إكليركية يعني حتى في مصر. وبعدين يعني ربما واحد من سوهاج يحب يدرس باللغة الإنجليزية، يحب يعني يدرس العهد الجديد باللغة الإنجليزية. يعني أنا اللي أنا فهم دلوقتي إن من خلال هذا الموضوع ممكن لأي حد في العالم، سواء في مصر أو خارج مصر، في أي حد في العالم ممكن يدرس في هذه الكلية. ايوه لها شروط طبعا التخرج لها شروط، يعني روح الويب سايت وشوف الشروط. اعتقد لازم يكون الواحد متخرج من الجامعه لانها في مستوى الماجستير، فلها شروط وطلبات بس سجل، وكلها على الانترنت. تسجل تقدم الشهادات بتاعتك الى اخره. الحاجه الثانيه كنت عاوز اقولها ان مثلا فيروز فيستيفال، مهرجان الفرعوني اللي بيتعمل سنويا في سانتا مونيكا كاليفورنيا، مش بس انا انا مثلا في شيكاغو او في نيويورك او في فلوريدا، مش بس هتفرج عليه لمتعه الفرجه، ده اضعف الايمان يعني، انما هتفرج عليه عشان اكرره في المكان اللي انا فيه. ايوه، عشان كنيسه بقى فيها 10 15 متطوع، في مدينه ان شاء الله صغيره او كبيره، في اي مكان في امريكا تعمل مهرجان مشابه. بالظبط. وعلى فكرة أنا أعرف مهرجانات مشابهة اتعملت بثلاث أربع أشخاص. صحيح الإنتاج يعني مثلا بتاع سانتا مونيكا بيعدي عليه 40,000 واحد يوميا، إنما ممكن أعمل مهرجان بثلاث أربع متطوعين في مدينة صغيرة في مكان آخر ويعد عليه 700-800 واحد. طب أنا برضو فايدة عظيمة، نشاط كويس وله مردود كويس. وبعدين أرجو من لو عملت مهرجان زي كده في أي قرية أو مدينة أمريكية، كندا، أستراليا، الخليج، ابعت لي اعمل فيديو وابعته لنا بأي فورمات، يبعت لنا البروشور، يبعت لنا الفيديو اللي مصور بيه المهرجان أو فكرته أو صور سابقة، وإحنا من خلاله بنعمل إعلان وبندعم الكلام ده وبننشره. عندك العنوان على الشاشة أو على الويب سايت بتاع لوجوس تي في، ابعت لنا فلاش ميموري صغيرة حط فيها او دي في دي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، واحنا ممكن ننقي ونختصره ونزيعه. بالطريقة دي العالم القبطي كله يترابط مع بعضه في وحدة هدف، وحدة شركة روحية مقدسة، شركة اجتماعية، الهوية القبطية، يحصل عدوى في أنحاء العالم بين كل سمات وصفات الهوية القبطية. يعني هي بالمناسبة أنا بس عشان يعني في حضرتك جبت سيرة إن إحنا بندعم هذه الأنشطة في الكنائس وبنعلن عنها. هو بالصدفة يعني طبعا إحنا في هذا الشهر في سبتمبر في بنعلن عن أنشطة مهرجانات لعدة كنائس، من ضمنهم كنيسة سانت ميرو في إيجيبت، كوبتت كورتوزوكس تشيرش فيستيفال دي في سانتا كلاريتا، وكنيسة القديس موريس برضو العيد العاشر لمعرض كنيسة القديس موريس. طب مواعيدهم يا المواعيد بالنسبة لكنيسة سانت ميرو في إيجيبت سانتا كلاريتا هتكون يوم 19 سبتمبر و 20 سبتمبر من الساعة 11 صباحا للسادسة مساء. والعنوان موجود في الإعلان اللي موجود على الشريط على الشاشة يوميا. ممكن الناس واحد جوجل سانت ميري كلاريتا جوجل هيطلع لك العنوان على طول. كذلك الفيستيفال بتاع كنيسة القديس موريس برضو عاملين إعلان عليه من 18 سبتمبر و 19 سبتمبر و 20 سبتمبر. يوم 18 سبتمبر بيبتدي من 5 مساء ل 10 مساء، و 19 سبتمبر بيبتدي من 11 صباحا ل 10 مساء، و 20 سبتمبر بيبتدي من 11 صباحا ل 7 مساء. ده مثال للدور ده بالخلاف طبعا مهرجان الفراعنة او الفيرس فيستيفال برضو في نفس الشهر في نفس التواريخ دي على فكرة. أيوة. 18 و 19 و 20 فده بس في شهر سبتمبر. احنا كل شهر بنشوف، واحنا حتى اول ما بنعرف يعني احنا اللي بنبادر بنتصل بالكنائس وبنطلب منهم نقول لهم لو في اي حاجة نشاط عندكم احنا بنحب ان احنا نعمل سبورت ونعمل اعلان عنه او نشير اليه يعني. وبالتالي ننتظر
السبورت يبقى متبادل. يعني اذا كنا احنا قناة لوجوس بتعمل دعاية للنشاط الكنسي المحلي، وبالتالي بيجلها ناس ضيوف ما كانوش سمعوا عن المهرجان غير بالطريقة قناة لوجوس، نرجو انكم برضو تفتكروا قناة لوجوس في تبرعاتكم ولو بمبلغ رمزي للتعبير عن الشعور. انا برضو عايز اشير لحاجة مهمة جدا، يعني احنا عندنا من ضمن البرامج طبعا، يعني في برامج كتير بس من ضمن البرامج الحقوقية في برنامج الأستاذ مجدي عازر، وده بيتناول حقيقة قضايا وأحداث صعبة جدا بتمر بيها بعض القرى والمدن في مصر، الأفراد الموجودين، وبيبقى بيستعرض المواضيع بالتفاصيل، وبيتم التواصل مع العائلات المنكوبة في هذه الكوارث، وأحيانا يستضيف المحامين وبيستضيف الضحايا وأسر الضحايا، وبيلقي الضوء بصراحة وبأسلوب يعني رائع جدا على الأحداث، حتى يتم إلقاء الضوء عليه، لأن ما فيش قنوات في مصر أو يمكن نادر أن يتم إلقاء الضوء على حاجات زي كده، يمكن نتيجة لبعد المسافة أو ما بيقدروش يوصلوا لهذه القنوات، ولكن من ضمن الأدوار بتاعت لوجوس حتى في الأهداف بتاعتها قلنا والدفاع عن المظلومين والمضطهدين، هما من الأربع أهداف يعني. فلهذا الهدف يوجد عدة برامج في برنامج الأستاذ مجدي عازر، وهو بيقوم بالدور الحقوقي كده. طبعا في برامج كتير برضو بتقوم بنفس الدور وبطريقة بطرق مختلفة، زي برنامج المسيح والمجتمع بيقدمه الدكتور محفوظ، برنامج برضو مساء الخير أمريكا بيتناول بعض الأحداث من وجهة النظر مقارنة بالوضع في أمريكا والوضع في مصر، وبيربط الاثنين ببعض. يعني عايز أقول أن عندنا أشكال متنوعة وبرامج متنوعة بتتناول حتى الأحداث الجارية بطرق مختلفة جدا وبأسلوب. طبعا أنا عايز برضو أشير لكل اللي بيقدموا البرامج هم متطوعين طبعا، يعني لا يعني ما فيش أي أجر مقابل هذه الخدمة أو هذا العمل، ولكن بيبذلوا مجهود كبير جدا طبعا من وقتهم ويعني لتحضير هذا وتحضير إعداد البرنامج، لأن إحنا ما عندناش حد بيعد على فكرة، البرنامج اللي بيعد هو اللي بيقدم البرنامج. في قنوات تانية طبعا بيبقى في مجموعة بتتولى عملية الإعداد والتجهيز. طبعا بيساعد في كده طبعا الشباب اللي موجودين هنا في القناة، وكلهم بيتعاونوا وكل واحد بيبذل أقصى ما في وسعه إخراج البرنامج وظهوره بأروع طريقة وأسلم طريقة. طيب أنا كنا عاوزين ننتقل لجزئية تانية، زي ما حضرتك قلت إحنا من أهدافنا دلوقتي إن إحنا بنلقي الضوء على أنشطة الكنيسة في الخارج وكذلك ما يحدث للكنيسة في الداخل. كذلك إحنا بنغطي الأحداث المهمة، مثلا لو في بعض المؤتمرات الهامة احنا بنقوم بتغطيتها، وحاليا احنا بنرتب يعني يوم زي النهاردة مثلا احنا بنبتدي ابتداء من بكرة تغطية مؤتمر أبونا المحبوب أبونا داود لمعي. احنا غطينا جزء الأول من زيارته لأمريكا، كان مؤتمر في نيويورك وده نقلناه على الهواء، وحنبتدي من بكرة وخلال ثلاث أيام الجمعة والسبت والحد من كوستاميسا في كاليفورنيا، وبعد كده من سان فرانسيسكو في الأيام اللي بعدها، وبعد كده من شيكاغو. يعني تقريبا مغطيين الأربع مؤتمرات اللي موجودين في أمريكا، ده بالإضافة أن احنا برضو بنرتب لتغطية زيارة قداسة البابا تودروس لأمريكا. فده كله الحقيقة محتاج دعم ومحتاج تكاليف ومحتاج يعني. أنا حدي مثال مثلا، إحنا النهاردة بيتم تسجيل حاليا مع أبونا داود لمعي في مكان اللي موجود فيه في المكان إقامته يعني، ففي بعض المعدات هناك وفي بعض المعدات هنا. إحنا عندنا المعدات الحقيقة محتاجة تجديد يمكن من اول ما بدأت، لانها ما كانت حالتها مش
يعني مش حديثة. كلنا يمكن ملاحظين دلوقتي على الشاشة ان الصورة يمكن مش كلير قوي، وده نتيجة ان المعدات محتاجة تجديد. الكاميرات اللي موجودة، الكاميرات اللي برا بتصور الـ 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 بعض الحلقات تسجيل مع ابونا الثاني الصف الاول. الكاميرات بقى اللي محتاجه تجديد، ولكن احنا بنحاول ان احنا نستخدمها لان هو ده المتاح عندنا. فنرجو من الساده المشاهدين ان هم يعني زي ما كان في الرساله اللي قالها نيافه الحبر الجليل الانبا سرابيون، يعني بيقول ان يعني ان ربنا يحط في قلوبهم الاحساس باهميه القناه ويبادروا بالتفكير والبدء بالدعم كل على قدر على قدرته. يعني احنا مش بنتكلم على ان لازم اللي يدعم ده يدعم بمبالغ كبيره، ولو ان انا عندي برضو احساس ان ممكن ربنا يرتب حد شخص واحد ممكن يقوم بالتكلفه دي كلها، ده مش بعيد عن ربنا. ولكن احنا بنقول ان الكم الصغير ممكن ربنا يعمله كبير ويغطي كل الاحتياجات. فنناشد السادة المشاهدين ان هم يتواصلوا معنا ويقولوا لنا حتى مقترحاتهم ايه لاستمرار القناة. استاذ نبيل، ايه اللي تحب تقوله بالنسبة لل يعني في الوضع الحالي واحنا بنتكلم عن برامج فاندريز؟ انا كنت سمعت مثلا في بعض الاوقات في بعض البرامج بتعمل حاجة اسمها ماتش دونيشن، او يعني مبلغ ممكن حد يتبرع بيه وبعدين يتعمل ماتشنج ليه بنفس المبلغ. ممكن تدينا فكرة عن النوع ده من الدونيشن وهل نقدر نستخدمه هنا وهل يفيدنا؟ هو طبعا هو الفند ريزنج ليها اشكال مختلفة جدا، حتى انا تعلمنا هنا من المجتمع الامريكي بيستخدمه يعني different format للموضوع ده. منها طبعا اللي احنا ما بنعملوش ابدا وما نحبش نعمله هو استغلال المناظر او الاحتياجات او exploit ان انت توري ناس غلبانة ناس تعبانة ناس مؤجرة ناس وتستغل هذه العاطفة انك تحرك مشاعر الناس علشان تبقى. طبعا ده مش الاسلوب بتاع القناة بتاعنا، لان القناة بتاعنا مش مبني على استفزاز الشعور بمعنى صح. احنا بنحاول دائما ان احنا نؤدي خدمات مفيدة للمشاهد، وبناء عليه بيبدأ يبص على او يبدأ يتفاعل معنا ويساعد القناة في الاستمرارية الموجودة دي. الفند ماتشنج غالبا بيبقى في سبونسر او بيبقى في كومباني او بنك بيقول اذا الجهود النهاردة عملت 10,000 انا اعدلكوا 10,000 تانيين، او ممكن يكون في فرد بيتبرع ان هو يشوف نتيجة المجهود في هذا اليوم او في هذا الشهر او الاسبوع او ويبدأ يعمل له فند ماتشن فند يعني. فاحنا بنناشد برضو مشاهدينا ان هم يشتركوا، وان شاء الله نلاقي برضو حد يعمل لنا فندنج او ماتشن للفند كجزء برضو من محاولة المساعدة المالية اللي احنا فعلا بنحتاجها في هذه القناة. نتذكر حاجة مهمة جدا، انه مش لازم كمان يكون الواحد بيستفيد شخصيا بدرجة كبيرة من القناة، لكن تذكر برضو ان القناة بتساعد ناس مش قادرين حتى يتكلموا او مش قادرين حتى يعني لما بتروح لناس غير مسيحيين موجودين في مناطق من الصعب الوصول إليها أو محرم الوصول إليها أو بتبقى جناية إذا وصلت لها. فأعتقد إنها خدمة يمكن ما بتفيدكش شخصيا، ولكن بتفيد مجموعة من ناس تانيين أو ناس غير قادرة على إنها تروح حتت كتير. فتذكر برضو يعني حتى تبرعك مش بس من أجل نفسك، ولكن أكشي من أجل آخرين يستفيدوا من هذه القناة. الأسبوع اللي فات كلمنا أبونا بشوي عزيز حقيقة، كلمنا عن بركة العطاء، وأعتقد أنه يهمنا جميعا أن احنا نستفيد من هذه البركة، وأن احنا
actually نسعى إليها, نسعى إلى هذه البركة ونبص على التليفون الموجود ونتصل ونروح للويب سايت ونعمل اشتراكات شهرية. ما في شك إنه الوان تايم is good, ولكن من الأفضل ويفضل إن كمان تعمل لنا اشتراكات شهرية عشان تضمن الاستمرارية. الوان تايم بتنفعنا حاليا في الموقف اللي احنا فيه, ولكن لما يكون التبرع بطريقة شهرية أعتقد بيدينا وصح, ودي نقطة مهمة جدا, لأن استمرارية تبقى حاجة مستمرة بتقدر تخليك تقدر تعمل تخطيط بالزبط. انت هتعمل ايه, بنعرف الدخل اللي جاينا كام لو مرة بيدفع مبلغ وبعد كده بيتصرف, نرجع لنفس النقطة ان احنا ما احناش عارفين نعمل ايه بكرة, زي الموقف اللي احنا فيه حاليا ان احنا مش عارفين مثلا لو جه اول الشهر هل نقدر نكمل وتكلفة الساتلايت ونستمر في البث على النايلسات, ولا لا قدر الله نتوقف. طبعا ربنا ما يسمحش بحاجه زي كده وان شاء الله يمد ايده ونكمل. دكتور سعد كنت عايز الحقيقه نقطتين حضرتك فتحت نقطه الساتلايت ان تبرعك يا الاخ العزيز جزء الاكبر منه بيروح لاشتراك الساتلايت, ودي يعني القناه بتحاول تجيب ذا بيست ديل مع الساتلايت. الحقيقه اتسابونا شو عزيز بيبذل مجهود وحضرتك انكم تجيبوا افضل او اقل سعر لل على الساتلايتس للكرازه, فده مبلغ لازم يندفع زي مثلا فاتوره المايه فاتوره التليفون, يعني ما فيهاش تفاهم, ما فيهاش تفاهم, وده سعر تافه جدا. يعني احنا من 40 سنه لما كنا عاوز نوصل رسالة الإنجيل نقعد نكتبها وبعدين نعمل زيروكس كوبي الصفحة بعشرة سنت وبعدين نحطها في جواب بتلاتين سنت والظرف بعشرة سنت, أدي نص دولار النهاردة بدولار عشان توصل صفحة لواحد عشان توصل له كلمة الإنجيل. النهاردة بتوصل 24 ساعة خدمة بدولار واحد, يعني لو حسبنا 24 ساعة في 7 أيام في 365 يوم في السنة يقف الساعة بكام؟ يعني ده سعر تافه جدا. يعني لو عندنا 500 ألف قبطي في الولايات المتحدة وكل واحد يدفع دولار واحد في السنة, عندنا 250 كنيسة في الولايات المتحدة وكندا, لو كل كنيسة تدفع 10 دولار في الشهر, إظهار شعور, إظهار شعور وتأييد أدبي وروحي لهذه الخدمة اللي هي لها عائد على شعب كنيستها. لا, وهي كمان ده هيعود على الشخص نفسه المتبرع, الشخص نفسه المتبرع يعني أعتقد هيستفيد, مش ما هو الفايدة متبادلة. النقطة الثانية, هناك قطاع مهم بيستفيد من قناة لوجوس وما يقدرش يساهم ماليا, فأنا لما بتبرع للوجوس بتبرع بالنيابة عنهم اللي هم يستفيدوا, وهو قطاع المهاجرين الجدد في أنحاء العالم. في مهاجرين أقباط في أوروبا وأمريكا وأستراليا خصوصا في الأربع خمس سنوات الأخيرة, فالجيلين بتكلموا عربي, الأب والأم والأولاد بتكلموا عربي في أستراليا وأمريكا, فدول بيستفادوا من لوجوس تي في وبرامج معينة زي مثلا برنامج مش لوحدك أو برامج كتيرة. زائد حتى لو سمعوا برنامج بالانجليزي زي الحضارة القبطية هتفتح مداركهم لحاجة معينة, بيقلط التراث القبطي بالفوكابلر الانجليزي فبيستفاد بحيث يروح في الشغل يتكلم كلمتين انجليزي عن المسيح. نعود, القطاع المهاجر ما عنده أولويات النهاردة طبعا. ما يقدرش يتبرع للوجوس, فأنت أيها الأخ الكريم المحب للمسيح المحب لإخواتك اللي لسه واصلين في المهجر وما عندهمش الإرادة اللي يتبرعوا بيه, حط على مائدتهم وجبة روحية بتبرعك للوجوس. النمرة اللي على الشاشة 818-342-3388 logoschannel.com. نرجو أن نسمع منكم الآن. اوكي, معنا اتصال من الاستاذ مجدي عازر. اهلا, مساء الخير استاذ مجدي. سلام ونعمه وبركه للكرون الجميل ده. اهلا بيك.
انا مش عارف ابدا بمين في الاول، ولكن ابدا من اليمين على الشمال. الاستاذ نبيل الباشا، الاستاذ مجد سليمان، ازيك يا سمك حبيبي، دكتور سعد اهلا بيك. استاذي هقول حاجه حصلت معايا امبارح. اتفضل. وانا بقول الحاجه دي للمشاهدين، كنت ماشي قابلت واحد هو مش مسيحي في احد المولات كده، وبعدين السلامات وزيك، وقال لي انا بشوفك. قلت له، قال لي انا بشوفك على التي في. انا استغربت لما بيعرفني باسمه وبيواتش القناة بتاعنا، يعني الاسم باين ان هو مش مسيحي. قال لي باللفظ الواحد، قال لي القناة الوحيدة المحترمة اللي اقدر اشوفها هي قناتكم، انتوا لا تسبوا ولا تشتموا ولا تهولوا ولا تهونوا، انتوا ناس معتدلين محترمين. قال لي باللفظ الواحد، you guys do not abuse the freedom. نفس كده يعني، هو قال لي كده، قال لي you guys you don't abuse the freedom زي ناس تانية. فما انا استرسلت معاه في الحديث وقلت له زي مين؟ قال لي ناس تانية ومش عايز اتكلم، وكان متحمس جدا. قلت له طيب اشكرك طبعا، وبتشاهد ايه تاني؟ قال لي بشاهد القس بشوي عزيز. لا، اتبي ده متابع. هو معلش، هو القمص بشوي عزيز هو قال لي كده. انا بقول هو ما يعرفش بقى. هي دازنت نو. ايوه، انا اعرف ان القمص وانت تعرف ان القمص، واقول عليه ابونا، هو بيقول لي ايش بشاهد. أيوة. القص بشوي عزيز. قلت انا بقول لك كوت ذاتس وات هي سيد. ايوه. قلت له يعني اشكرك. انا الرساله اللي بس ببعتها للمشاهدين، اذا اردت ان يستمر هذا الشخص في المشاهده ومتابعه كلمه الله وكلمه الانجيل، على فكره فيو دولار او 5 باكس او 10 باكس مش هيكسروك، بس هيجيب واحد للمسيح وهينقذوا بنت غلبانه من الغرق. بس مش هقدر اتكلم اكتر من كده. لا يعني الجميع ان يشترك في التبشير بالمسيح. التبشير، نحن نبشر باسم الرب، نحن نبشر باسم يسوع. وانت تجلس لا تريد ان تشارك؟ اعتقد كل من يسمعني الان لا يريد ان يكون سلبيا في هذه الخدمة. كل من يسمعني الان، انا عارف مش هيرضى يبقى سلبي في هذا الخدمه. اشكركم واسف للاطاله. شكرا ليك يا استاذ مجدي على المداخله الجميله دي، ومعلومه مهمه جدا طبعا، بتوري لنا ان فعلا في ناس احنا ما بنشعرش او ما بنبقاش واخدين بالنا مين اللي شايفنا ومين اللي شايفنا. يعني محتمل اي حد يكون بيشوفنا، واي حد يكون بيلقط معلومة وممكن يستفيد. فهنا الدور اللي بتقوم بيه القناة الحقيقة يمكن ما يكونش محسوس قوي لمعظم الناس، ولكن هو فعليا وعمليا بيدي تأثير كبير. احنا ما نقدرش نبقى شايفينه قدامنا، لان احنا ما احناش عارفين مين اللي شاهد ومين اللي تفاعل ومين زي القصة اللي بيحكيها الأستاذ مجدي عازر. شكرا على كده. هو الحقيقة يعني انا عايز برضو يعني اضيف حاجة، ان مع كل هذه التفاصيل الموضوع ده اعتقد مسؤولية، ما هواش في اختيار، هو مسؤولية. انا النهاردة
عارف كويس قوي وسمعت واتقال لي مرة واثنين وثلاثة وشفت ان في دور مهم جدا للقناة وواجب وضروري ان انا يكون ليا دور في دعم هذه القناة باي طريقة ان شاء الله بالصلاة. يعني ممكن الدعم يكون بالصلاة، ممكن الدعم يكون بالدعم المادي، ممكن يكون بالتشجيع حتى بالكلمة الكويسة. يعني ممكن اتصل واقول يا جماعة انتوا كويسين قوي في الموضوع الفلاني، يا ريت تستمروا واحنا بنعضدكم وبنصلي من اجلكم، وده حاجة كويسة طبعا، ده بيشجع الناس على الاستمرار. فالاحساس بالمسؤولية دي مهمة جدا، وانا اعتقد ان كل شخص بينه وبين نفسه هيقدر يقيم بقى هل هو رد فعله تجاه هذه المسؤولية ايجابي ولا مش ايجابي، دي مسؤوليته الشخصية. واعتقد ان يعني ربنا في حالة زي كده لو في حد عنده القدرة انه يقوم بدور وبخل انه يقوم بيه، ما اعتقدش ان دي هتكون نتيجتها كويسة. يعني انا النهاردة لو عندي ابني واقدر اساعده في حاجة وبخلت، النتيجة هتكون على طول طبعا نتيجة سلبية. لو انا في قدامي حد هيحصل له مشكلة وانا اقدر افيده او اقدر انقذه او اقدر اساعده انه يعدي المشكلة دي وابخل، برضو دي يعني هيكون يعني تصرف سلبي عواقبه مش حلوة. انا مش بقول مش حلوة يعني كنوع من النقد او التهديد، لا، انا بقول كنتيجة إيجابية روحية حتى على الشخص نفسه، وهيخسر البركة. البركة هيخسر البركة دي. والبركة دي على فكرة بتبان، لأن احنا نعرف ناس كتير، أنا شخصيا نعرف ناس كتير بتعمل أعمال خيرة ولا تتحدث عنها طبعا، وبتعملها في الخفاء، زي طبعا ما بيقول الإنجيل إن الدعم ده أو التبرع أو العطاء ده يتم في الخفاء ويكون بسخاء كمان، وبيحصل لهم بركة. يعني هم نفسهم بيبقوا مش مصدقين يعني ولكن بيبقوا حاسين ان ده نتيجة لمساعدة معينة عملوها، خدمة معينة عملوها، كلمة طيبة قالوها، حاجة زي كده يعني. طيب انا كنت عاوز نطلع فاصل ونشوف برضو فيديو رقم 3 بيدينا فكرة على نوعية البرامج المختلفة. احنا دخلنا في البرامج الروحية وبعض البرامج السياسية، هنشوف نوع تاني مختلف من خلال فيديو رقم 3، نشوف ونرجع نكمل حوار. أعزائي المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك وجميع الولايات المتحدة. يعني أنا هسيب لجميع المشاهدين اللي لسه بتاعت الأوفيسز كلها بتاعت الأسايلم، وبيقول لك أنت قدمت في سنة كام، وهم دلوقتي بيحققوا في دي في كاليفورنيا اللستة دي جميع الولايات الكوربوريشنز والإنديفيدوالز، إن هم لو ورقهم مش جاهز بتسمح لهم إن هم لو قدموا for extension if they file for an extension، إن هم 6 شهور تسمح لهم 6 شهور. مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من مساء الخير أمريكا. بتقول في حاجه اوريدي موجوده عندنا place. خيمه قبطيات للبشمهندس هاني تاكلا مع الدكتور سعد بيوضبوا طبعا بيوضبوا الاخر علم من اعلام بالظبط الحضاره القبطيه برضو. معانا تليفون تاني من كاترين، مساء الخير.
اهلا بكم مره اخرى اعزائي الساده المشاهدين. دكتور سعد، هل القناه لها دور حاليا اكتر من الدور اللي هو الروحي والدفاع عن المضطهدين او المظلومين، او الدور التثقيفي او الدور التعليمي او الدور الشفاء؟ انا اعتقد حتى في الازمات زي ما يحدث الان مثلا في بعض المناطق في الدول العربيه، اعتقد ان القناه برضو مؤثره، ولكن يمكن ما بنشعرش احنا بهذا التاثير بوضوح. يعني الحقيقه من كل اللي بنسمعه في الجرايد والاذاعات والفيسبوك عن ما يحدث لمسيحي الشرق الاوسط في سوريا والعراق والمجازر وقطع الرقب وال21 شهيد قبطي في ليبيا وال30 شهيد اثيوبي في ليبيا وداعش والبلا والهم الازرق ده كله، ال- 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 الواحد ما بيقدرش يستحمل، وانا متاكد ده شعورنا جميعا. فساعات لما بقرا هنا خلاص مش قادر اعمل ايه وانا في ايدي ايه، فكتير خالص بمسك السيلفون ده اقول له واعمله كده اتجاه السماء وقول له يا رب يا رب انا مفيش ايدي حاجه، تستجب اعمل حاجه ووري ربنا الكلام المكتوب ده. الى ان من يومين اتفرجت هنا على لوجوس تي في اما ابونا سيداروس عبد المسيح اتكلم من وهو الكاهن القبطي في احدى في كولومبوس اوهايو، وحكى قصه بينت لي انا ايه اللي اقدر اعمله. يعني كنت بسال ربنا بقول له يا رب انت 100% انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. انما ابونا سيداروس عبد المسيح احد مقدمي برامج لوجوس تي في وهو يخدم في ولايه اوهايو، قال ان هو كان في مطعم وصاحب المطعم جه دردش معاه وقال له انا من الموصل وهجرت او بروح واجي او عيلتي هناك، واحنا في الموصل بنتفرج على لوجوس تي في، وهي اللي خلتنا يعني او على الاقل احد العوامل اللي خلتنا نثبت على الايمان واستمروا وتعرف عليه انه احد مقدمي البرامج، وقال له استمروا في هذا العمل العظيم. لان فالمسيحيين الشرق الاوسط على الاقل زي يوسف الرامي ونيقوديموس لما اهتموا بجسد المسيح على الصليب، على الاقل نقدم لهم كاس ماء بارد، ولو كأس الماء البارد ده هو لوجوس تي في اللي بيشربوه مسيحي العراق وسوريا والقرى التهجير القسري في مصر وخطف الناس مقابل فدية وخطف البنات لتحويلهم إلى ديانات أخرى وكل الهم ده كله، لو في إيدنا كأس ماء بارد يجب أن احنا نقدمه. فلتكن لوجوس تي في كأس الماء البارد اللي نقدمه للمسيحيين الموجودين في الشرق الأوسط أو لما بيهاجروا ويجوا هنا، وللمحافظة على هويتهم ومحافظة على معرفتهم بالإنجيل والمحافظة على الشركة الروحية بينهم وبين المجتمع المحيط والمجتمع القبطي العالمي. كويس جدا. أستاذ نبيل، كنا مرة اتكلمنا عن دور القناة في بعض الموضوعات اللي بتهم حتى الناس اللي في مصر ان يعرفوها عن امريكا والقوانين الامريكية وكده. هل يعني فعلا لوجوس قامت بهذا الدور على اكمل وجه، او اتاحت الفرصة لعرض كم من المعلومات كان ممكن صعب جدا الحصول عليها لو الانسان ما تعرفش عليها، لانها فيها حاجات طبعا مهمة جدا. انا فاكر يمكن من اهمها كان وقت حتى المشروع بتاع اوباما كير، وكان في دور نحن بنعرض ازاي وطريقة التقديم، وكان في كذا حلقة وكده. ده غير طبعا التعريف المواطنين سواء اللي هنا في امريكا واللي خارج امريكا بالقوانين الامريكية. وانا اذكر ان بعض الناس اللي بقالهم هنا مدة طويلة ما عندهمش معلومات كتير عن بعض القوانين الامريكية. ياريت تقول لنا كده برضو يعني ايه الدور ده وايه فايدته. شو في الحقيقة قناة لوجوس بتتميز بالنقطة دي، انه انت لو بصيت على بقية القنوات هتلاقي انه من الصعب انك تلاقي جرعة بتدي لك فكرة عن اللي بيحصل في امريكا بصفة مستمرة.
بتدي لك فكرة عن القوانين الجديدة اللي بتحصل من وقت للتاني، بتدي لك فكرة عن قوانين مهمة زي ما عملنا حلقتين على أوباما. طيب كير. أنا معي اتصال لتاني مرة. شو تفضل. واللي هي إيمان اللي كانت اتصلت قبل كده. فناخد الاتصال ونكمل الحوار. أهلا إيمان، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ مجدي، وأهلا بيك أنت وضيوفك الكرام. أهلا بيك. الأستاذ نبيل والدكتور سعد. Thank you. يعني يا رب كده يكلل مجهودكم وتعبكم اللي انتوا بتعملوه يا رب بالنجاح وبالتوفيق. شكرا وكل ليه. حاجة تمشي زي ما انتوا عايزين. كان عندي اقتراح يا أستاذ مجدي. أيوة. ليه ما نعملش البث على مصر وأمريكا half a day like نص وقت، يعني مثلا مصر نبتدي الصبح أمريكا بعد الظهر، ويكون البث في مصر كله معاد مش لازم مباشر. وهنا معلش اللي يكون مباشر لأن بتبقى فيه مداخلات من برا وكده هوت، فممكن يعني ما أعرفش دي فكرة، هل ممكن إن احنا نعمل half a day؟ فده يوفر شوية في الفلوس for a certain time، ولما كده الحال يمشي شوية نرجع تاني full time. ما أعرفش ده رأي يعني، وربنا معاكم ويا رب كان تعبكم بخير. شكرا للاقتراح ده، بس هو الحقيقة فنيا الساتلايت ما بتفرقش بقى نص الوقت او الفول تايم، لان هو بيبقى الفيس بتاعته طول ما هو موجود احنا نستخدمه نص الوقت او ما نستخدموش موجود، او تستخدمه مباشر او مسجل او مسجل ما تفرقش. و ما يعني فنيا دي ما تنفعش، الان هو احنا بيبقى لنا موقع على الساتلايت، وهذا الموقع ما ينفعش ان هو يستخدم وقت معين للقناة دي وتيجي قناة تاخد وقت تاني او حاجة زي كده. انما دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا برامجنا 24 ساعة موجودة، يعني بتتذاع 24 ساعة، ما بيبقاش يعني البرامج معظمها ما يقعدش، الاعداد بتبقى بعد اللايف. يعني بنعمل عادات عشان تناسب الوقت في مصر. عادة بتبقى لللايف الحلقات بالظبط، وبنعملها كمان مناسبة كمان بتكون مناسبة للتوقيت في مصر، توقيتات مثلا مصر اللي بيمس اللي بيبقى بالليل قوي عندهم يقدروا يشوفوه في اوقات الصباح او المساء اللي عندهم هناك، فبتبقى دايما بالطريقة دي. شكرا لاتصالك يا مدام ايمان، وشكرا على الفكره. يعني احنا بنحب برضو نسمع الاقتراحات، في افكار ممكن يكون في افكار نقدر نستفيد منها. طبعا اكيد في نرجع تاني لموضوعنا، انه اتفضل. اي ثينك من الحاجات اللي كانت جميله جدا انك تلاقي ان في ناس في مصر بتتفرج على برامج معينه هنا. وفي الحقيقة الواحد كان بيستغرب، يعني لما بيجي لي تشانس ان انا اشوف ناس موجودة في مصر وجات هنا ايزر في فيزيت او جوم كنيو كامرز، انهم دايما بيقولوا ان احنا كنت اتفرج على برامج محددة. يعني في مثلا لما بجيب المحامين ساعات بتلاقي مع الأستاذ ايناس المسيح والمجتمع بيتعرض لي مواضيع مختلفة بتحدث لنا هنا في المجتمع الأمريكي. بتحس إن في اهتمام كبير. يعني أنا سألت واحدة منهم بلها، طب يعني مساء الخير، أمريكا بيتكلم على اللي بيحصل هنا، يعني إيه اللي حقيقي؟ يعني ما بيأثركيش في أي حاجة، بأثرش عليك في أي حاجة في حياتك هناك. قالت لي لا، ما إحنا دايما يا إما نفسنا نيجي هنا، فكويس إن إحنا نعرف الواقع شكله إيه، اللي موجود شكله إيه، بدل ما يجي يفاجئوا بيه، ما بدي حاجة بالزبط. أو إن إحنا كمان يبقى لينا أهلينا ولينا أولادنا ولينا قرايبنا، فبرضو بنعرف أخبارهم عن طريق ده. تالت حاجة إنه في معلومات كتيرة بتيجي بيبقى من الصعب إن إحنا نعرفها. رابع حاجة بتقول إن إحنا بنحس إن أنتوا بتقولولنا، يعني مش محطوطين في قالب دعائي معين ماشيين عليه، أو إذاعة معينة ماشيين بخط معين. يعني سيادتك واحد زينا زيك، واحد كل واحد بيقدم، إحنا بنحس إنه واحد مننا، مش لأن إحنا دايما بنقول إحنا متطوعين، إحنا أساسا ما إحناش مذيعين، مش متخرجين من كليات إعلام ولا الكلام ده كله، إحنا بس ناس بسيطة بتحاول تدي خدمة
بناء على الاكسبيرينس بتاعتهم او التعليم بتاعهم او الاثنين, كمان بناء على المده الطويله اللي قعدناها في البلد. فبتبص تلاقي اهتمام, انا يعني مش عايز اقول اتحدى, لكن ممكن اقول اتحدى ان تلاقي اي قناه تانية بتقدم الموضوع وبتقدمه كمان بكريديبيليتي عاليه. يعني اللي كان بيقول عليه الاستاذ مجدي عازف انه الناس ان الحقائق في الحقيقه القناه اكتسبت احترام من كل الجهات نتيجه للاسلوب المتفق او غير متفق, سيان كنت مسيحي او غير مسيحي, سيان كنت ارثوذكسي او غير ارثوذكسي. ما في شك ان القناه اكتسبت احترام شديد جدا, وحتى اكتسبت احترام انت تفتكر ايام الانتخابات انه في مرشحين كتير اتصل او كانوا طلعوا معنا, وكان السبب اساسي في طلوعهم كانوا بيقبلوا قناه محترمه, هم جايبوا ان دي قناه محترمه. أيوه. وبالتالي لما كنا بنعرض عليهم الدعوه انهم يطلعوا ما كانوش بيرفضوا او ما كانوش بيهربوا او ما كانوش كانوا بالعكس بيجوا. دي كانت تستيموني كبير قوي على انه الكريديبيليتي او المصداقيه بتاعه القناه عاليه جدا. أيوه. والاحترام الموجود, وده بيجي في حقيقة من خلال تاني ان احنا كلنا تحت اطار التعليم المسيحي التعليم الارثوذكسي, ما نقدرش بنخرج عنه, ما نقدرش نتعداه, ما بنقدرش نخالفه. فدي بارامترز محطوطة لينا كلنا ان احنا محدش فيها بيقول لك انت تقول ايه ما تقولش ايه, ولكن كلنا بنشتغل داخل هذا الفريم اللي فيه احترام, اللي فيه تذكر لمسيحيتنا. يعني حتى لو متعرض لمشاكل أمريكية بنبص لها من ناحية الإنسان القبطي المسيحي القبطي الأرثوذكسي الموجود أو الإنسان المسيحي اللي موجود في أمريكا إزاي بيتفاعل مع هذا الخبر. كويس. يعني عملنا مثلا حلقة كبيرة على الليجاليزن الجي ماريج والحاجات دي, وإزاي كان في استياء موجود مننا كلنا, وده ما تلاقوش في حتت كتير. بالزبط. والناس كتير اتكلمت وكان عندها الخبره او الفنت الاوبينيون او الويندو اللي بيتكلموا من خلالها رد الفعل. طيب احنا معانا اتصال الاستاذ مينا من مصر. مساء الخير او صباح الخير. اهلا بيك. الحمد لله. اولا انا بحيي قناة لوجوس وبشكر حضرتك على الزر الجميل ده. شكرا ليك. ويعني انا شاكر طبعا حضرتك البرنامج وعلى المعلومات الهامة اللي انتوا بتديها لنا في البرنامج. اتفضل. هو الصوت فيه ديلي شويه بس اتفضل. احنا سامعينك كويس. اتفضل. انا سامع حضرتك ببطء شويه بس يعني الصوت كويس يا فندم. اتفضل. ويعني انا كنت حابب اسال حضرتك يعني ليه كميه الناس اللي بتمشي من مصر وعايزه تهاجر لامريكا او كده, ولو حد يعني عنده مثلا اضطهاد في مصر او كده او حاجه, ليه بيسعى طول ان هو مش بيسعى ان هو يحل المشكله في عنده او يشوف البلد عنده ممكن يبقى فيها ايه يعني؟ اوكي. سؤال مهم طبعا. الاستاذ مينا هو بيسال ليه الناس اللي بتبقى عايزه تهاجر من مصر لما بيبقى فيه اضطهاد ليه ما بيسعاش ان هو يحل المشكله؟ هو طبعا ده حسب الفتره اللي بيبقى فيها. يعني يمكن كان فتره اللي كان فيها الاخوان كان الموضوع طبعا كان صعب. موضوع الهجره او السفر كان كتير قوي. ده مش على مستوى المسيحيين بس, ده على مستوى المسيحيين والمسلمين وكله. يعني كان كل الناس بتحاول كل واحد بيرتب ان هو يسيب البلد لانه شايف ان الوضع مش مريح بالنسبة له. ولكن أنا أعتقد أن دلوقتي بعد الثورة بعد 30 يونيو وبعد قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي والعصر الجديد ومصر المستقبل واللي بيحصل دلوقتي
وكل التطلعات لأن مستقبل مصر هيبقى مستقبل مبهر وهتبقى الحياة أفضل. أعتقد أن فكرة الهجرة دي مش هتكون موجودة. ده يمكن الأعداد بدأت تقل جدا. تقل جدا. وبعدين ده أنا بسمع حتى في ناس رجعت يعني. أيوة بالظبط لسه كنت هقول لك يعني في بعض ناس النهاردة بعد ما شافوا التطور الجديد وشعورهم بالأمان وشعورهم بأن مستقبل مصر بقى في إيد أمينة النهاردة وأن الشعب المصري عرف الخط الجديد اللي يمشي فيه وبقى يعني ربنا تدخل في أمل, في أمل. في ناس حتى من اللي جت ابتدت ترجع. فالموضوع ده يعني هو طبيعي لما بيكون في حالات غير عادية وبيرجع لحالته الطبيعية. بالعكس إن معظم المصريين بيحبوا مصر وأرض مصر وما بيبقاش عندهم نزعة إنه يغادر مصر إلا إذا كان في ظرف قوي بيدفعه غصب عنه. واللي أنا عايز أضيفه كمان إن لما بيجي هنا ما بيبقاش مبسوط, ممكن يبقى عايش إنما ما هو السعيد. والدليل على كده, الدليل على كده إن هو دايما بيتابع أخبار مصر. واشكرك يا استاذ مينا على الاضافه الكبيره. كمان طبعا في ظروف شخصيه او ظروف شخصيه او مواقف شخصيه مع بالزبط. ناس محدده مع عائلات محدده فبيبقى حتى في الاوقات العاديه بتبقى بتحصل حاجات استثنائيه بتجبر الواحد على انه لازم يمشي. مزبوط. ده طبعا بنشوف احنا المطلوب. مزبوط. طيب احنا نشوف فيديو رقم 6 ونكمل حوارنا. احنا يعني تقريبا وقت البرنامج بينتهي فنشوف فيديو رقم 6 وبعدين نختم الحلقة إن شاء الله. بندي معلومات طبية مش علشان تطبق لكن لمجرد أن أنتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين أكتر مع الدكتور الأخصائي بتاعكم وبالتالي يبقى في نتيجة أحسن. قولي ان انا ارحب بسعادة السفيرة الدكتورة سلامة شاكر. اهلا بحضرتك في قناة اللوجوس. اهلا دكتور محفوظ, وانا سعيدة بتواجدي معك وسعيدة بسماعي هذه الكلمات. على الاقل في امل وده اللي محتاجه الشعب المصري. زي ما انا قلت لسيادتك هي بداية النهاية, بداية نهاية فترة صعبة. ان شاء الله الخير كله هيجي. هل اطلب منك ان تاخدينا في هذه الرحلة الى اليوم؟ يعني هل مطلوب مني اقول ما حدث؟ ما كل الناس عارفاه يعني ثورة يناير التي استبشرنا بها خيرا فكر فتح الباب للقيامة لنا كلنا ودليل على ان احنا كلنا هيكون لنا حياة بعد, مش هينتهي الامر بالموت. تأملاتك في القيامة. الحقيقة القيامة احلى شيء في المسيحية. كل شيء جميل وكل شيء راقي وكل شيء له احترام, هي دي الأماكن اللي تتقفل. لكن ما يخفى فيه أسلحة وما يخفى فيه ضرب وإرهاب هو ده اللي يتعمل حساب له. وإنها منشأة منذ عام 36 وبها عدد 2 من المذابح وكان يتم الصلاة عليهم منذ 40 عاما. وأضاف في تصريح لأم سي أن يعني عموما أنا كده بس على الأقل عرفنا من حضرتك إن لسه ما فيش أي يعني خبر مؤكد. إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. سيادة المستشارة, هل الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية حتى هذه اللحظة؟ لا, لا يمكن يكون أقباط مصر مواطنين من الدرجة الثانية في أي لحظة في التاريخ. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد, ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. تبرعك للوجوس تي في هو 100 ضعف هنا وشارك في خلاص نفوس كثيرة. تبرعك يصل إلينا عن طريق الهاتف 818
او عن طريق موقع القناة logoschannel.com او على العنوان البريدي PO Box 8266 Northridge, California 91327. اهلا بكم مره اخرى اعزائي الساده المشاهدين، واحنا جينا لنهايه الحلقه، ونحب ناخد من دكتور سعد كلمه ختاميه تحب توجهها للساده المشاهدين. يا الحقيقه هعود الى خطاب صاحب النيافه الانبس رابيون اللي بيدعو للتبرع، واتذكر نقطه بالذات الخمس خبزات والسمكتين، ان ما نقدمه للرب يصير بركه لي وللعالم كله. بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. فلنقدم الإمكانيات بتاعتنا إن شاء الله خمس خبزات لإيدين المسيح لكي يشبع 5000 نسمة. بولس الرسول في رسالة كورنثوس قال، بولس سقى، متأسف، أنا غرست. بولس سقى وأبولس، متأسف، أنا بولس غرست وأبولس سقى ولكن الله كان ينمي. بولس غرس وأبولس سقى وأنا عندي فلسين مصديين بقدمهم للمسيح يلمعهم ويبقوا في إيده ذهب يستفيد به الكثيرين. اللي بنقدمه نقدمه للمسيح. أنا متأكد أن المشاهد العزيز عنده أكتر من الفلسين بتوعي، فنرجو أنك أنت لا انك تتكرم وتاخد بركة العطاء للوجوس تي في اللي لها بركات روحية واجتماعية وثقافية للعالم القبطي كله وغير القبطي، مسيحي العالم وغير المسيحيين. نرجو انك تشاركنا في حمل هذه الامانة. انا ما عنديش غير فلسين، انما اللي ربنا ادهولك ادي جزء منه اللوجوس ايها الاخ العزيز. اتصل بالتليفون اللي على الشاشة والويب سايت. سلام واحترام. شكرا يا دكتور سعد. طيب معنا اتصال برضو ناخده. ميري اهلا، مساء الخير. مساء الخير. الحقيقة كنت عايزة اقول كلمة، يعني يعز عليا ان يكون في برنامج فاندريزنج لقناة لوجوس. بس المفروض ان احنا عايزين نوجه الناس، يعني يصححوا حاجة في مقامهم. أحيانا بسمع الناس تقول إيه اللي يخليني أتبرع أو أدي فلوس أو أعضد الإعلام؟ طب ما في ناس فقراء كتير في مصر. بالظبط. ما هو المسيح برضو يعني ما سابش ده وراح لده، قال يعني كله لازم يمشي مع بعض. وبعدين لازم نعرف حاجة، إن لو ما كانش الناس تنمو روحيا وثقافيا وسياسيا وعلميا، مش هنلاقي حد يساعد الناس اللي محتاجة مساعدة. هو مين اللي بيساعد الناس؟ ان واحد يحس بيهم، يتفهم ظروفهم، يوصل لقامة معينة روحية عشان يقدر يحس بيهم، يتعلم ان هو دينه بيقول له كده، هو وانسانيته بتقول له كده، هو ان هو يساعد الناس. فليش احنا ما نتبرعش للاعلام؟ وليه ما نعدتش الاعلام؟ وليه ما نساعدش الاعلام اللي هو بالتالي بيخلي الناس تنمو؟ وبالتالي وبعدين هو طبعا رب المجد قال هلك شعبي لقمة المعرفة. أيوه. هي البرامج دي بتقدم ايه؟ الاعلام بيقدم ايه؟ قناة اللوجوس بتقدم ايه؟ بتقدم معرفة في مجالات كتيرة وواسعة. فمفروض ان احنا عايزين نعرف الناس ونغير مفاهيمهم، ان الاعلام ده حاجة مهمة جدا. يمكن احنا كأقباط يعني يدوبك في اول كام سنة في الاعلام، لكن في ناس كتير سبقتنا قبل كده، ولما نوصلهم دلوقتي نلاقيهم وصلوا لدرجات يعني عالية جدا في المجتمع وفي القامة الروحية وفي كل حاجة. يعني good luck وI hope ان يعني ما نضطرش ان احنا نعمل اي برنامج fundraising والناس تبقى من قلبها بتدي وتعضج القناة. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا ميري، شكرا جزيلا. طبعا كلام ميري مهم جدا برضو، وعلشان نعلم الناس ما احنا محتاجين نعلمهم من خلال الاعلام، وعلشان الاعلام يعلم لازم يستمر، وعشان يستمر محتاج دعم، ما هي الدايرة واحدة. استاذ نبيل، يا ريت كلمة ختامية كده توجهها للسادة المشاهدين.
أو في العيانة بتقدم لكل إخواتي المشاهدين في كل مكان بأنه يدعموا هذه الخدمة. هذه الخدمة من أجل الكرازة، من أجل التعليم، من أجل الشفاء الروحي والجسدي، ومن أجل الدفاع عن المظلومين والمحتاجين في العالم. أعتقد إحنا لو بصينا على الأربع حاجات دول هنلاقي أنه عندنا أكتر من سبب أن إحنا نتبرع لهذه القناة. هضيف عليهم سبب تاني، أن القناة مش لا يعني لم تنشأ ولم تستمر من أجل المال، يعني المال أو الفلوس ما كانش الهدف، أحد الأهداف أو عمرها ما كان الجول اللي احنا بنعمله، وده واضح من كل حاجة. يعني حتى لما الأستاذ مجدي من شوية قال انه حتى الكاميرات اللي عندنا الكاميرتين كويسين بره بيسجلوا، فمضطرين حتى نعرض بكاميرات اقل، بتبين لك ان احنا مقتصدين جدا في كل في كل التكاليف اللي عندنا. 90% من الموجودين متبرعين. طبعا الجزء الثاني هو الجزء الفني، دي طبعا الناس لازم تعيش ولازم يكون عندها مرتبات عشان يقدروا يستمروا في حياتهم، عشان نقدر نحصل على الخبرة الفنية توم. أنا ما أقدرش كمان أديها لحد هاوي أو من غير ما يكون عنده خبرة. فده طبعا فهو تقريبا ده الجزء اللي احنا بندفعه، يعني بندفعش أكتر من كده. تبرعك للخدمة هتفيد كل إخواتك في كل مكان، هتفيد إخواتنا اللي إحنا ما بنعرفش عنهم، هنفيد إخواتنا اللي هم عايزين يبقوا إخواتنا، وانتم يعني فاهمين أنا عايز أقول إيه، بتفيد كل واحد موجود في العالم. قناتنا هي كنيسة مسيحية فضائية بدون حدود، وهدفها الأساسي هو الكرازة وزيادة عدد مسيحي العالم. التليفونات قدامكم والويب سايت، زي ما قلت لكم يا ريت يكون تبرعكم باشتراك شهري عشان نقدر نعمل البلاننج بتاعنا ونقدر نستمر في اداء هذه الخدمه. ربنا يبارككم وان شاء الله تاخذوا بركه هذا العطاء. شكرا شكرا استاذ نبيل. اعزائي الساده المشاهدين، احنا جينا لنهايه الحلقه. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المشاهده، ونتمنى ان السادة المشاهدين يفكروا ويشوفوا اهمية القناة. احنا النهاردة يمكن بعرض بعض الفيديوهات استعرضنا بعض البرامج، ومش كلها طبعا، مش هنقدر عشان نعرض كل البرامج هنحتاج وقت طويل جدا. بندي فكرة بس احنا ايه اللي بنقوم بيه وايه المجهود اللي بيتعمل علشان نعمل خدمة توصل لاكبر كم ممكن من الناس. نرجو ان انتوا تساعدونا على الاستمرار في اداء هذه الخدمة. وانا يعني احب انهي الحلقة النهاردة باعادة قراءة الجملة الاخيرة من رسالة نيافة الحبر الجليل الانبا سرابيون بمناسبة افتتاح قناة لوجوس. اننا نضع هذا المشروع الهام في يدي الله ليباركه كما بارك الخمس خبزات والسمكتين، ونصلي ان يعمل الله في قلوبكم جميعا لتستمروا في دعم قناة لوجوس بصلواتكم وأفكاركم وتبرعاتكم، والرب يبارك في تبرعاتكم ويمنحكم أجرا سماويا. الرب معكم الأنبا سرابيون. شكرا وإلى اللقاء وتصبحوا على خير.